الو، ايوه يا ماهر، ايوه يا حياتي، انت فين؟ انا وصلت الشارع عندك اهو يا روحي. طب ما تطلع. ما انا مش عارف البيت يا قلبي. طب انا هجيلك البلكونه. استني بس. ايه؟ اوعي جوزك يطب علينا تبقى مصيبه. يا حبيبي ما تخافش، جوزي مش جاي النهارده، انا طالعالك. ماشي يا قلبي. انت شايفني؟ لا مش شايفك. طب انت واقف فين؟ بصي انا واقف قدامي عماره منشور فيها سجاده كبيره كلها شفايف. طب انا بشاور لك، شايفني؟ ايه ده؟ انت الايد اللي طالعه من ورا السجاده دي؟ لا انا السجاده. انت السجاده؟ اه. ده انا هنفضك. طيب يا حبيبي، عارف هتطلع ازاي؟ لا يا قلبي اطلع ازاي؟ امشي يمين في يمين في يمين، هتلاقي صينيه، لفها وتعالى. ماشي يا روحي. يلا هستناك. مع السلامه يا قلبي. يا لهوي، ايه الصوت ده؟ ده انا متجوزه خروف بليه، مفيش غير كده. نهار اسود، كريم جوزي، يا لهوي اعمل ايه؟ السلام عليكم. ايوه يا حاج، معلش يا اصل العشاء وجبت فقلت اتوضى. ايه؟ هتغيب اسبوع؟ هتغيب اسبوع ليه يا حاج؟ ليه الكلام ده؟ زعلتني والله. طب بقول لك الاسبوع ده بقى انا هضيعه عند ماما، ماشي؟ عشان ما اقدرش اعيش من غيرك. سلام يا قلبي، لا اله الا الله. سلام يا باقف. جايه لك يا روحي. وادي الجب. ما تخليش الدنيا تهد الجب اللي انت عملته لنفسك. جبك يلا خد لك هبدا، يلا تعالى وصدق نفسك انت محشش. ايوه يا اخي الواحد مش عارف الجوب ده عايز منه ايه. انا حاسس ان الجوب ده هو اللي بيشربني مش انا اللي بشربه. كل ما اخد منه نفس يكبر هو، وانا افضل انا زي ما انا ولا اي حاجه. ده ايه ده؟ كل ده جوب؟ ايه الجوب ده؟ ده جوب شروكي ده ولا ايه؟ يا نهار اسود، بس الواحد لما بيشرب بيبقى عايز يقول الصراحة، وأنا عايز أقول الصراحة، أنا حرامي. أيوه أنا حرامي، وأنا فخور إن أنا بشتغل حرامي. أنا معرفش الناس بتكره الحرامية ليه، مع إن الحرامي ده أهم واحد في المجتمع المصري، ده هو اللي بيخلي المجتمع كله يشتغل. أنا أقول لكم ليه، أنا لما بنزل الصبح رايح الشغل رايح أسرق ست كبيرة عجوزة في السن، بيحصل إيه؟ الست بتصوت بتقول حرامي، فالضابط بيعرف فبيجي يمسكني، فالضابط بيشتغل. والست بتتعب بتتخض بيغمى عليها بتقع في الأرض بيجي لها الدكتور، فالدكتور برضه بيشتغل. واما بروح القسم بيرفعوا عليا قضيه فبيجي محامي، فالمحامي برضه بيشتغل. بروح المحكمه القاضي بيحكم عليا فالقاضي كمان بيشتغل. اقعد انا بقى في البيت واشرد العالم دي كلها. اريح يعني وادمر الاقتصاد المصري؟ انا بعمل كل ده ليه؟ بعمل ليه انا كل ده؟ ما عشانك وعشانها وعشان وعشانكو. انا بضحي بنفسي كل يوم وبكرامتي وبتهان، كل ده ليه؟ والله العظيم كل ده ما عشاني.
ده عشان مصر والله. حبوا البلد يا اخوانا، حبوا البلد شوية. أنا مش هعمل كل حاجة لوحدي. الشقة أنا جاي أسرق الشقة دي في حب مصر بقى. مش ناقص غير المعلم خطاف يجي ونسرق الدنيا كلها. أنا مراقب له الشقة والشقة أمان. الشقة أمان يا معلم. كله تمام يا ده سلبة. كله تمام يا معلم. اتكلنا على الله. ده سلبة. كله تمام؟ كله تمام. أنا عايزك تسرسق ودنك يلا، يكون في فار ولا عرسة معدية. أعمل إيه؟ سرسق ودنك. أسرسق ودني؟ وده سرسقها إزاي يا معلم؟ طرطق ودنك يا. أطرطق ودني؟ أطرطقها إزاي يا معلم؟ هنبتديها غباوة؟ ارمي ودني. واسمع إزاي يا معلم؟ يلا انا قلبي موغوشني من العملية دي. ليه؟ أول مرة أعمل عملية من غير ما أصلي صلاة استخارة. أنت بتصلي يا معلم؟ لا. أما ليه متوغوش؟ ياد مش عارف قلقان، في قلق هنا في المنطقة. النور بتاع الشقة منور والشباك مفتوح، أكيد في حاجة غلط يا. إيه؟ في حاجة غلط يا. أنت قلت لي راقب الشقة؟ يا سلام. انت راقبتها؟ ياد انت مش مركز معايا يا ياد. من البتاع اللي انت بتشربه ده ليه يا معلم؟ ده البتاع ده كله حشيش. ده انت بتشرب الوفد ياد. وده كلمات متقاطعه هحلها. ما اعرفش قلقان. يلا قلقان. اهم حاجه. ايوه. كله تمام؟ يعني الشقه انت شايف انها مظبوطه مفيش قلق؟ طيب يلا نتكل على الله. بقولك ايه يا حبيبي، انت كل ده بتطلع على السلم؟ يا روح قلبي، في ناس لقيتهم نازلين، خفت يشوفوني عشان سمعتك يا روحي. الصوت ده هلا. ايه ده؟ الصوت ده صوت الست والراجل اللي كانوا بيتكلموا دلوقتي؟ ايوه. دي تهيؤات. يا دي مش تهيؤات، دي حقيقة. هلا والله يا معلم تهيؤات. انت متهيألك. انا مش هو انا اللي شارب ده، انت اللي شارب. يالا. استنى استنى. إيه؟ تعالى يا حبيبي نخش الأوضة. هيخش الأوضة؟ يلا بينا على الأوضة. في ايه؟ لا ادي احنا في الأوضة. امال احنا فين؟ تعالى تعالى تعالى. يا نهار اسود. بوب بوب بوب. ارجع ارجع ارجع. عربية الشرطة تحت. طب ما تيجي ننزل للشرطة. يا دي احنا حرامية يالا. قبل ما يطلعونا. يا دي احنا حرامية. يا ده انا بعلمك يالا. انا حرامي قديم وانت بتتعلم مني. بص انا كام خط. وانت كام خط. قدامك مشوار لسه يالا. ما انا عايز اتعلم يا معلم. يبقى اسمع الكلام وخلاص. انت جاي تتفاجئ. تسمع الكلام ومالكش دعوة. اسمع ايه؟ الكلام. السلام. تعالى ورايا نستخبى في الدولاب. نستخبى فين؟ نستخبى في الدولاب. اشمعنى الدولاب؟ ولا انت في حد يالا اكيد قلت له ان احنا جايين النهارده. لا لسه لسه. طب تعالى ورايا. يا نهار اسود. تعالى خش خش. ايه؟ خش في الدولاب. هتزنقنا في الدولاب. ياد ما تخافش يالا. انت نعرف نهرب. ولا انت بتفكر؟ انا قلت لك فكر. لا. خش. خش. حبيبتي. حبيبي. عمال ادور عليك واتريك انا يا جنبي. عمال ادور عليك واتريك انا يا جنبي. يا شاغلني تتترى طمني تتترى. صحيح. عمال اقول لك امشي يمين في يمين في يمين. وانا جاي لك عشان امشي يمين؟ انا جاي لك عشان امشي شمال. وبعدين يا روح قلبي اللي يعرفك لا يمشي يمين ولا شمال. امال يمشي ازاي؟ يستخبى يا قلبي. تعالى استخبى يا روحي. استخبى فين؟ جوزك لو جه هيذبحنا. هو انا ما قلت
قلتلكش؟ لا جوزي مش جاي النهارده. بس هيغيب اسبوع. يغيب اسبوع ايه؟ اسبوع بحالها هيغيب. اسبوع ايه اللي بعلوم؟ بقول لك اسبوع بحالها هيحي. ايه ده؟ انا ازاي وصلت المكان ده؟ زي ما انت، ده انا ههد الدنيا. ههد الدنيا عايز اعمل؟ لا 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 اهدي شويه لو سمحت. رايح فين؟ اهدي شويه. لا ما تفرهضنيش. انا نتكلم شويه، ندردش. ندردش؟ مش كفايه انت جاي متاخر؟ جاي متاخر ليه؟ كنت في السيرك. كنت بتعمل ايه في السيرك؟ انا بشتغل في السيرك. شغال ايه؟ انا الساحر السيرك العظيم. ايه ده؟ انت ساحر السيرك؟ انا ساحر السيرك العظيم. طب لو انت ساحر بجد وجداني. بجد وجداني. عايزك تسحرني؟ اسحرك. عايزه تبقي ايه؟ عايزه ابقى شبح هيفاء وهبي. لا دي مش عايزه ساحر. امال عايزه ايه؟ عايزه المقاولين العرب. عايزه لودر يجي يسفلي الدهوني. طب عموما يا حبيبي انا اللي عايزه سحر ولا بتاع، انا عايزك تيجي جنبي. اجي جنبك فين يا قلبي؟ هنا اهو يا روحي. بس كده؟ اجي لك يا روح الروح. تعالى يا روح. اجي لك يا قلبي. ابوس ايدك سيبيني اروح، عندي اطفال صغيره، عندي عيال عايزين يشوفوني. مش هينفع الكلام ده. الكلام ده بقى كده مش نافع، ما تضايقنيش يا حبيبتي. مش على طول كده، ناخد وندي في الكلام. ماشي يا ندردش مع بعض. يا عيني ايه دي؟ العلبه الذهبيه يا وليه. يا ست الكل، علبه دي علبه الشغل بتاعي. علبه السحر؟ علبه السحر بتاعي هي دي. طب بتعمل بيها ايه؟ انا ما اعرفش اشتغل من غير العلبه دي. انت مثلا تفكري في اي حاجه، اي حاجه تفكري فيها تظهر جوه العلبه دي. اي حاجه؟ اي حاجه. بس بشرط. ايه؟ لازم يكون معاك النجمه السحريه. اهي النجمه اهي دي. خدي بالك. النجمه دي ورثها عن جدك دودي. خدي بالك عشان هي دي اصل الحكايه. ماشي. لما تلبسي النجمه دي وتفكري في اي حاجه بتركيز وثقه تظهر في العلبه دي على طول. ماشي. يلا هتفكري معايا دلوقتي. العلبه فاضيه زي ما احنا شايفين اهي، العلبه فاضيه خالص. يلا فكري. فكرت. فكرتي؟ اسمع سقفه كبيره قوي. ايه ده؟ ساندوتش؟ ده سخن. ما هو لسه طالع. ساندوتش؟ خلاص يا حبيبتي، عايزه بيرك يا حبيبتي. عيني يا روحي. عايزك كده تفكري في حاجه حلوه بقى. حاضر يا قلبي. يلا يا قلب القلوب. يلا بينا. يلا. العلبه فاضيه زي ما احنا شايفين، العلبه فاضيه اهي، ما فيهاش اي حاجه من جوه. يلا فكري. فكر. اسمع سقفه كبيره. لا ما مش قصه بقى. هو انا ايه، مخبز؟ سندوتش تاني؟ ما انت بتطلب واحد والتاني مجانا. ده علبة السحر مش مايكروويف. ارجوكي انا ساحر مش بتاع دليفري. خلاص يا روحي. يا حبيبتي عايزه بيرك يا روح قلبي. طب استنى بس، انا عايزه اسالك سؤال. اتفضلي. علبة السحر وعرفتها، انت في السيرك بيبقى قدامك صندوق كبير قوي. تفتحه وتقفله بيبقى فاضي. طبعا. تيجي تفتحه تاني بيبقى فيه بنت. جات ازاي؟ مش انا ساحر؟ والصندوق ده بيبقى موجود في قلب السيرك. انا بحط العلبه دي في الصندوق والبس النجمه السحريه وافكر في البنت بتركيز وثقه تظهر في الصندوق الكبير. بس كده؟ بس كده. طب اعمل لي لعبه سحر تانيه. اعمل لك لعبه وانا جاي بعد اعمل لك سحر بقى عشان خاطر. احسن من اي حاجه بنعملها. ماشي. اعمل لك لعبه السيجاره. ماشي. معاك سجاير؟ لا. امال صياعه على الفاضي يعني؟ في طفايه هنا؟ لا مفيش. مفيش طفايه؟ نجيب طفايه من الهوا ونحطها هنا ونطفي سجاير بقى. ايه رايك في اللعبه؟ ايه ده؟ مش حلوه؟ جامده جدا. نطفي السيجاره بقى. نطفيها؟ نطفيها خالص ونفركها جامد قوي 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 قوي. أبهرتك بصراحة. بقول لك ايه؟ ايه؟ ما تيجي تشتغلي معايا. فين؟ في السيرك. اشتغل ايه؟ تعال تعال اشتغل في السيرك، هتلاقي حاجات تشتغليها. تعرفي تنططي كرة بلاستيك على مراخيري كده؟ اشمعنى؟ كلب البحر توفى. كلب البحر.
البحر توفى؟ تعالي اشتغلي مكانه، ده عسل. سمك رايح جاي وانت تنتشي بقى من الهوا. طب بقول لك ايه يا حبيبي؟ قول يا روحي. انا كنت عاوزه اطلب طلب. ايه؟ تيجي معايا المطبخ. هو انت عايزه مني ايه النهارده؟ عايزه تيجي معايا. عامله اكل بقى عالمي. عالمي؟ تعالى اجي معاك المطبخ. يلا يا سلام. يلا يا روحي. بقول لك ايه؟ قولي. اجي معاك اللي انت عايزاه، بس ليا طلب صغير. امرني. اروح عندي اطفال صغيرة. تعالى اروح بيتنا. تعالى يا حبيبي. يوه امشي بقى قدامنا بقى. عايزه ايه مني؟ ما تعرفناش بقى. يا نهار اسود. شفت يالا؟ شفت يا معلم؟ الست بتخون جوزها. الست بتخون جوزها وجايبه الواد معاها. وجايبه الواد معاها. يا نهار ابيض. يا نهار ابيض. واحنا قاعدين في الدولاب. واحنا قاعدين في الدولاب. انت بتعيد الكلام ورايا. امال انا جايب مساعد معايا ليه؟ يا تقول حاجه جديده. ايه؟ ما انا كنت اجي اقول الحاجه مرتين وما اجيبهاكش وخلاص. ايه ده نسي الصندوق بتاعه. ما صح. ما حقيقه. الصندوق بتاعه فيه. يا سلام. الصندوق ده يالا اللي فيه السحر كله يالا. انت خدت بالك؟ انا واخد بالي. يقعد يطلب الحاجه من هنا وتنزله، بس الصندوق ده فاضي بجد يالا. ما هو بقى ده سحر. الله على المعلومة. الله. سحر. سحر. امال ايه؟ سحر. سحر الدنيا. يعني الصندوق ده الواحد ممكن يطلب اي حاجة. المفروض زي ما بنسمع ونشوف. انت بتسمع؟ مش الولية قالت كده هي والست اللي كان الراجل اللي كان معاها؟ الولية والست اللي معاها؟ هو الحجم يدي على ولية وست فعلا. طب خد يا ده، انا اتمنى اي حاجه. يا معلم. يلا وانت طلعها لي من جوه، بس فكر لنا في حاجه حلوه يا معلم. ماشي. والنبي. حاضر. ماشي يا معلم، كان دي فرصه اصلا. ايوه انا عارف. ماشي. بس فكرت. فكرت يا معلم. اوبا. اوبا ايه؟ مفيش حاجه. انت فكرت في ايه يا معلم؟ فكرت في فلوس يالا. هي فين الفلوس دي؟ بس النجمه اللي في رقبه الوليه يالا. لازم تكون لابس ايه النجمه دي وانت بتطلب الطلب او بتتمنى الامنيه، فتقوم الامنيه طالعه لك. ونروح عاملين اي حاجه. زي الساحر كده اهو، هربع تطلع الحاجه على طول. هربع. تطلع الحاجه. نعمل ازاي؟ زربو. طب يبقى احنا عايزين النجمه دي يالا. احنا عايزين ايه النجمه دي؟ يا سلام. النجمة دي عايزينها يالا. لازم يا معلم. النجمة دي احنا عايزينها. دي معلومة جديدة خالص. يبقى احنا لازم نتصرف ونجيب النجمة دي من رقبة الولية بأي طريقة. لازم يا معلم. لازم. لازم يا معلم. طيب احنا نعمل لها ايه؟ هنجيب النجمة. ازاي؟ من رقبة الولية. ماشي. ان شاء الله نقتلها. نقتلها يا معلم. ربنا يستر. ربنا يستر. بص لي كده، الشرطة واقفة لسه ولا إيه عشان ناخد النجمة ونجري؟ ما تقلقش يا معلم، أنا خدامك يا سيدي المعلمين. يلا شوف. ماشي. أيوة يا فندم. أيوة. المعلومات اللي عندنا بتقول إن اللي اسمه خطاف والواد الأهبل اللي معاه هيعملوا شغل حلو النهاردة في المنطقة. صح. حصل سعادتك ومأمنين المنطقة بالكامل. زي الفل يا شرطة. وإن شاء الله بإذن الله هنمسكه. جدعين يا شرطة. هي دي الشرطة، أحسن شرطة. أنت فرحان ياض. أمال إيه يا معلم؟ ده بيقول لك هيمسكونا أنا وأنت. ده بيقول هيأمنونا. يأمنونا إيه؟ يأمنوا الناس مننا يا ابني. إحنا حرامية. إحنا حرامية. أيوة. هم شرطة جايين يمسكونا. أيوه. أيوه إيه؟ ما يبقى إحنا لازم نتدارى. ونتدارى ليه يا معلم؟ ما هو كتبه، ما قالوا الصح والحقيقة وكل حاجة. ولا سلبة. إيه يا معلم؟ ده قلت لحد إن إحنا جايين النهاردة العملية دي؟ إن في حد بلغ علينا يا معلم. ايوه انت قلت لحد ان احنا جايين العمليه دي؟ عيب يا معلم، انا ما قلتش لحد ابدا. قلت لحد يا سلبه؟ يا معلم عيب.
سلبة. والمصحف فيه ايه؟ والمصحف فيه ايه؟ ده سؤال. ده بترد على السؤال بسؤال؟ انت قلت لمين ان احنا جايين؟ اعترف يا ياض. ما قلتش غير البت نوسة خطيبتي. بت نوسة مننا وعلينا، استحالة هتبلغ. مين تاني ياض؟ وامي بس. امك استحالة يعني تسلمنا ولا تسلمنا؟ انت بتضايق امك ياض؟ لا عيب يا معلم، عشان بس تبقى عارفة انا رايح وجاي منين. قلت لمين تاني ياض؟ والواد سيد الشغال بتاع القهوة. ولد اهبل زيك مش هيعرف يقول حاجة. مين تاني ياض؟ عيب يا معلم ما قلتش لحد. قلت العبد والمخبر. ده مخبر يا معلم، ده يودينا في داهية. ده اللهم صل على النبي. الحلاوه دي تعرف ان المخبر يودينا في داهية؟ ما قلتلوش يعني. انا قلت للبت سامية بنته بس. يا قلت لسامية؟ ما اكيد قالت لابوها. يالا وتقول له ليه يا ده؟ عشان ابوها ياخد بنت على قفانا ياض. يا سلام. انا مش فاهم يعني، انت هنستعجب النهارده ونشتغل بكره يعني ولا ايه؟ ما تخلص بقى يا حبيبي، ايه اللي انت بتعمله ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ خش على الدولاب، خش على الدولاب. مش معنى الدولاب اياد، ما هو ده المكان الوحيد اللي هنستخبى فيه. ده اللي بنتزنق فيه ده. ما يجراش حاجه بس على ما نعدي. يا رب. خش خش. والله انت تعرف يا حبيبي ان ضحكتك دي شبه ضحكه جوزي؟ والله ده شغال في السر. بيشتغل ايه؟ مدرب اسود. اروح اروح والنبي، جوزك مدرب اسود؟ هو اسمه ايه جوزك؟ جوزي اسمه كريم. يا نهار اسود ومنيل، ده زميلي شغال معايا. لا والله. انت ازاي تطلعي مراته؟ طب خلاص ما تخافش، هو اصلا هيغيب اسبوع. انت قلقان في ايه؟ الصندوق بتاع السحر بتاع فين؟ الصندوق اللي انت كنت ماسكه؟ ايوه الصندوق. فراح فين الصندوق؟ لا يكون في حراميه في البيت. حراميه ايه؟ في بوليس تحت. مش هيجي حراميه هنا. طب نعمل ايه؟ انا عايز الصندوق، ما بعرفش اشتغل من غير الصندوق. عايز الصندوق بتاعي، اعمل سحر انا ازاي بقى انا دلوقتي؟ طب يا حبيبي ممكن يكون خدنا معانا المطبخ. هو انت عايزه تروحي المطبخ وخلاص؟ صدقني ممكن يكون كلامي صح. تعالى بس. تعالى تعالى يا روحي، ما تخافيش تعالي. يا نهار اسود، ده كريم جوزك جه. ايوه جوزي. جوزك اعمل ايه دلوقتي؟ مش عارفه. قلت لك جوزك هيجي في اي وقت. واو جه جه جه. مراتك تيجي تطب علينا يا كرومي وتقفشنا؟ بقول لك ايه، ما توترناش، دي ليله حلوه والليله عيد. يا نهار ازرق، الحقني يا ماهر، كريم بيخوني. معلش يا طهره. انا مش هقعد له في البيت، انا لازم امشي واسيب البيت ده. انا اللي عايز امشي واسيب البيت ده. انا همشي واسيبه له خلاص. انا همشي، انا نط من البلكونه. طب ما في بوليس تحت. طب اعمل ايه؟ خبيني خبيني في اي حته. طب خش الحمام. مش عايز اعمل حمام، خبيني في اي حته. خش الحمام. استخبى في الحمام؟ فين الحمام؟ هنا. هنا الحمام. خدني معاك عشان اسمعهم بيقولوا ايه. هو انت عايز تيجي معايا وخلاص؟ يا حبيبي امشي. هو ده جوزك جاي يا وليه؟ الواد قلبه بيوجعه وعايز حد يدلعه، الواد بيقول الاه اه اه يا سلام، دي ليله عنب باذن الله ان شاء الله يا رب. تعالي يا روحي ما تخافيش تعالي، ما فيش حد هنا. في ايديك اوعى تهديك بال، في ايديك اوعى. يا لهوي، شوف انت عامله ازاي وانا متجوز واحده عامله ازاي. متجوز خرتيت. الوليه خدت مفارش السرير وعملتها بلوزات ولا دي ايه؟ بصي راجل وست ستات وربنا، حاجه غريبه. بقول لك ايه؟ ايه دلعين احسن، انا محروم من الدلع. دلعيني كرومي. كرومي يا حلوه يا بطه. ايوه شوفي كرش ويا اختي يا قطه، يا اخوتي بوسه لجيجي، يا اخوتي يسلم فمه. يا لهوي على فمه. يا لهوي. الله يا كرومي، الشقه جميله وواسعه. ايه ده؟ ايه ايه ده يا كريم؟ ايه البلكونه مفتوحه والنور منور، هو مراتها تكون هنا وتطب علينا وتقفشنا. بقول لك ايه، ما توترنيش وتجيبي سيره مرات، انا ممكن اقطع الخلف وانا واقف دلوقتي. ما تجيبيش سيرتها على لسانك ابدا. لا لا انا خايفه، حاسه ان في حد في الشقه، ممكن يكون في حراميين. حراميين ازاي؟
في بوليس واقف تحت، مفيش حراميين، ما تقلقيش. لا لا انا خايفه، اعمل لي حاجه. انا هتصرف وهعمل كل حاجه، ما تقلقيش. ثانيه واحده، استنيني حالا، انا جاي. يا روحي ثانيه واحده. عملت ايه؟ قفلت الباب بالمفتاح عشان محدش يزعجنا. وادي المفتاح اهو. يا شقي يا جامد يا نوتي. يا من زمان كان نفسي حد يقول لي يا نوتي. تعالى يا كريم. ايه؟ بص انا قلقانه، مراتك لو جت دلوقتي وشافتنا في الوضع ده هتبقى مصيبه. يا ستي ما تخافيش، بقولك ما تقلقيش بقى، انا قايل لها ان انا مسافر اسبوع، فما تقلقيش بقى، دي ليله حلوه. اصل انت عارفني اموت في الانبساط، لكن مشاكل ما بحبهاش. ومين بيحب المشاكل؟ مين بيحب المشاكل؟ انت بتحب المشاكل؟ احبوش. طب احبيه بقى وحات امك، احبيه عشان كده كتير. والمصحف ليه لعب؟ ايه ده؟ ايه ده؟ يا لهوي. لهوك ايه؟ اخرسي، اوعي كده. مين اللي في الحمام؟ مساء الخير يا حاج. يا لهوي، دي هتقسمنا اتنين انا وانت دلوقتي، دي انت متعرفيهاش. انا عايزه المفتاح. دوري دوري على المفتاح عندي. دوري. ازيك يا حاجة، عاملة ايه؟ الحمد لله على السلامة يا حاج. الله يبارك لك، خلي بالك لا تتزفلطي تيجي تتكسر رقبتك. انا مش لاقي المفتاح، عايز امشي. طيب ازيك يا حاجة، عاملة ايه؟ تعالي خش الدولاب، خش الدولاب. ايوه تعالي الدولاب. والله انتوا مين؟ يا عم تنيل في اللي انت فيه. خليك خليك، ها ابعد. ازيك يا حاجه؟ ايه ايه، اللحمه جت الجمعيه. الحمد لله. يلا ادخل بالبضاعه ما تطلعش. يلا انتوا مين؟ ماشي. ازيك يا حاجه، عامله ايه؟ ايه ده ايه ده الجمال ده؟ الحمد لله على السلامة يا حاج. الله يسلمك يا حاج. الله. انت مش قلت ان انت هتتأخر اسبوع؟ ما انا قلت بقى اعملها لك مفاجأة. بعشق مفاجآتك. فاكر المفاجأة الأخيرة؟ فظيعة. المصيف. ودي حاجة تتنسي؟ بس احنا من ساعة ما رجعنا عايز اسألك سؤال وبنسى. ايه؟ احنا رجعنا من البحر دي لنا كتير. ليه ما بتلبسيش التوق؟ توق ايه يا حاج؟ دي العوامة دي، ولا انت نسيتي تقلعيها، ولا ايه دي؟ لا ده البحر الميت يا حاج. البحر الميت؟ حتى بقول لك البحر ايه؟ ما استحملش وما... ايوه يا روح. تعالى اقول لك على حاجة. زي ما يكون بيستهيأ لي يعني، ان انا سمعت صوت واحدة معاك. واحدة؟ فين الواحدة دي؟ دي حتى كانت بتقول لك يا كرومي. ده اسد جايبه معايا من السيرك، بدربه على فقرة جديدة. ما تقلقيش. يا ما شاء الله، الاسد هيقول لك يا كرومي؟ هو انا مبعد محارة؟ انا مش مدرب اسود؟ اقول للاسد تعالى اقعد على حجري، يقول لي تعالى اقعد على حجري، نقعد على حجر بعض. تبعلك انت يا حاجة. ايه ده انت بتزعلي يا كريم؟ بزعلك يا حاجة. ما تزعليش يا كريم. لا زعقلك بقى. ما تزعليش يا كريم. يا نهار اسد، انت بتزعلي؟ خلاص يا حاج. انت مجنون؟ خلاص يا حاج. الله يهديك. انت بتزعلي؟ الله يهديك يا حاجة يا بنت المفترية. انت بتزعلي؟ والله بتضربي بجد. اوعي. يا روما. يا روما. انت بتضربني؟ تضربني يا كريم؟ خلاص. انا هجيب لك امي يا كريم. هاتين امي. انا عايز امي. في ايه؟ ايوه يعني ايه بقى؟ ماما انا ايه اللي جابني هنا؟ احنا اللي نسأل ايه اللي جابك هنا؟ معرفش يا كريم، والله كنت قاعده مع ابو كريمه كده، قاعده صفا، قال لي مش هتقومي تطفي النور، قمت طفيت النور جيت على هنا على طول. جايه تكملي الحلم هنا يعني؟ اللي اتبخت بعيد عنك. الحقيني يا ماما، اللي اتبخت انا كمان، كريم بيخوني. كريم ايه يا بنت؟ كريم بيخوني. اتكلي على الله سيبيهولي. ماشي. في ايه يا كريم؟ يا حماد انت بتخون البيت؟ لا وربنا. دي البنت دي مفيش زيها، ده انا ربيتها احسن تربيه، ده الوحيده اللي عرفت اجيبها من ابوها. وانا ذنبي ان الحاج مقصر، انا مالي؟ بس يا كريم. ماشي يا حاج خلاص. ايه ده؟ ما تسمعش نفس.
بقولك ايه ده ايه ده، انتوا مين؟ يا سلام، انتوا خارجين من الدولاب؟ طب ما امك خرجت ما استغربتيش ليه يعني؟ حاجة عجيبة جدا يا اخي. انا عارف. ايه ده؟ ايه؟ انتوا مين يا جدعان؟ ايه اللي احنا مين؟ خليكوا في اللي انتوا فيه والنبي. خليكوا، انا كنت في الدولاب انا والحاج. مش انت كنت في الدولاب؟ كنا في الدولاب، انا كنت في رف البوكسرات. وانت كنت فين؟ انا كنت قاعد في شراب الولايه دي. طب امال ايه؟ ما ايه؟ الدنيا كانت زي الفل جوه والله. امال ايه اللي خرجنا من جوه؟ انا عارف. انتوا مين انتوا؟ انتوا جايين هنا تعملوا، انتوا بتخونيني يا كريمه، بتخونيني مع اتنين يا كريمه. اديك قلت كريمه عادي. ايه يا ابني ايه الدولاب ده؟ اي حد تايه كده؟ ده تايه، ده تايه، تعال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا، أنت مين؟ أنت عايز إيه؟ سيف ما جاش هنا. سيف مين؟ سيف. سيف. سيف ما جاش هنا. سيف. مفيش سيف، أنت بتخونينا يا كريمة مع واحد تالت غير الاتنين يا كريمة. لا 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 لا، لو سمحت، أنا عملت كل حاجة غلط ممكن تتخيلها. لكن عمري ما خنت واحد صاحبي. يا سلام، ما انت خنتنا اهو. وانت صاحبي. ايه يا عم، ما تكبرش المسائل. لا، سيف هنا. لا مش هنا. طيب يا جماعه انا متاسف، بس لحظه واحده بقى اتاكد سيف فين. اتفضل. لا يا حاج، اديني سيف كمان. سيف. هات التسعه يا حاج. لا ما عجبهمش، اقفلي يا حاج اقفلي. انت جاي انت عايز ايه مننا يا عم؟ انا متاسف يا جماعه، انا تقريبا تايه، انا اسف جدا. مين دي يا باشا؟ دي مراتي يا سيد. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. الله يخليك. انت ربنا مديك جوهره. لا جوهره ايه، انت مديك الساغه كلها. الله اكبر، خلي بالك منها. دي في عين. لا عينك ما تكفيش، حطها في عين السيره. ها يلا سلام. لو سيف جه قولوا لي. حاضر. انا في سلام عليكم. مع السلامه. سلام عليكم. ارجع جوه الدولاب هتلاقي نفسك مكان ما كنت تايه. حاضر. مع السلامه. ده ايه الدولاب السحري ده؟ ما هي دي الفكره يا جماعه، واضح ان كل ما الست دي بتتمنى حاجه بتحصل يعني. اتمنى. انتوا حراميه، انتوا مخططين حراميه صح؟ انتوا حرام. انا الدنيا هتولع والله، الدنيا هتولع واحنا عايزين المطافي. الكلام ده مش يعني. وده جاي منين ده كمان؟ من الدولاب. لا احنا لازم نرش الدولاب ده، بدأ يطلع منه حاجات مش هنفهمها. ده ايه ده؟ ايوه حضرتك مين؟ يا سلبة، اتصرف معاه. انت ايه؟ انت ايه يا ابني؟ انا بقالي سنه نفسي افهم انت ايه. انت ايه؟ ها يعني؟ انا مش عايز نبقى اصحاب، مش بتعرف عليك، انا بس مستعجبك. انت ايه؟ الفرصه جات لك تاني يا ابني، اتكلم. مش هتيجي تاني؟ طب انت بتطلع لي انا بس يعني؟ الناس دي شايفينك ولا بتطلع لنا بس ولا انت ايه؟ اتكلم يا ابني قول في ايه. قال لك ايه؟ مش عايز يرد يا معلم. انت يعني انت عايز ايه يعني؟ يعني انت معانا عادي يعني؟ يعني وانت نازل بالبيت وتقول لهم رايح امثل، واول واحد يقول لك عايز النسخه بتاعت السيناريو بتاعتي؟ ومكلفنا نسخ وما بينطق خالص يا معلم. طب اشرح لنا يا
يخرب بيت غموضك. اشرح لنا انت ايه مثلا. هيشرح هو ايه ده؟ هيدينا حاجه من قطر ويعني احنا نكشف ايه؟ يا حول الله، انت ليه يا ابني كلامك قليل في الحياه؟ العمر بيجري. عايز تخش الحمام طيب ولا ايه؟ واكيد بياخد نص اجر. ايه ده، انت شمعة؟ انت شمعة يا ابني؟ راجل مطافي. لا ده عيد ميلاده. ايه ده؟ يعني انت بتاع مطافي؟ شوف يا سلمة. يا ابني انت ايه؟ انت هتقعد تطلع شمعة وتولع فيه؟ انت يا ابني انا مش هسيبك النهارده غير ما فهمت ايه؟ في ايه؟ انا بقالي سنة نفسي اقول لك انا ايه؟ بس محدش راضي يديني مايك. لا حول الله. تعال اديك مايك. تعال خش جوه تلاقي واحد تايه، قول له فين المايك بتاعي. ها يا لهوي يا معلم، ده طلع صاحب قضية. راجل حاولنا معاه يعني. طب يا جماعه، واضح ان المشكله الاساسيه في الدولاب. دي كنا ناسيينها. تعال كريم، انا عايز امشي. امشي. ايه ده؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ايه الجمال ده؟ مرايتي بقت جميله. انا مالي بقيت عسل كده ليه؟ في كده؟ طب كده اللي انا سمعته. هو ده الاسد يا كريم؟ لا ده الفرس. لا على فكره، ده انا كنت نايمه نانا وفجاه النور قطع وكده، ولقيت نفسي هنا فجاه. ايه ده، ممثله فاشله قوي يا جملتين مش عارفه تقولهم. دي برضو فاشله يا معلم. يا جملتين مش عارفه تقولهم يا دي مش لازم تتكلم. دي تهب على الناس كده بس. لا ممكن اوري حضرتك دلوقتي ان انا بعرف امثل. طب وريني بتعرفي تمثلي ازاي؟ ماشي، اصل انا مولوده في ايدي سجار. تررين تررين، ارقص في الثانيه 10 رقصات. ما بس ما قلت لك اسكت. انت عايزاه يسكت ليه يا وليه؟ هي البلد دي كده، اي حاجه حلوه يبوظوها. واضح يا جماعة إن الدولاب ده بيجيب حاجات كتيرة جدا، كلنا طلعنا من الدولاب يعني. ده إيه ده؟ والله يا أستاذ أنا حاسة الدولاب ده من العصر الحجري. يعني ده اللي ناقص. دوم 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 بس انت طلعت خرونجة اهو عادي، ايه المشكلة؟ وجدة شقك. لا وضع شقك ايه، خلاص انا اسف. نتعرف ببعض. انسان بدائي. انسان اعداد. انت هتهرج. ايش حتى
عم سيد عيد يقول لي تشاني اعدادي ويركب دقني ويعدي. ايه يا عم انت مجنون؟ ايه الدقن دي؟ انت من الاخوان البدائيين؟ ودا ودا دادا طب ثانية واحدة بقى، احنا عايزين نعرف ايه اللي جاب حضرتك هنا. انا كنت قاعد في الكهف بتاعي وباكل وفجأة النار قطعت. ايه ده النار بتقطع عندكم زي عندنا؟ الاحمال مرتفعة والمؤشر كان على الاحمر. معلش معلش ودا ودا ايه؟ تاكل؟ مش انتوا بتاكلوا بني ادمين؟ كل حماتي دي مش عايزينها، دي كلها عظم والعظم هيقف في زورنا. عرفت طلبك. كل البقرة دي كلها شحوم ودهون وهتكبس على نفسنا مش هنعرف ننام بالليل. كل المزة دي ما تتاكلش، دي ناخدها معانا الكهف ونطلب دليفري. والله بيفهم ماشي ولا ايه؟ طب نط من هنا، نط من هنا، داخل الدولاب تاني. طيب مع السلامة مع السلامة. يا ده الدولاب ده عجيب جدا يا جماعة، يبقى احنا دلوقتي ندور على المفتاح صح. ها؟ ونخرج ويا دار ما دخلك شر، ما دام ما فيش اي حاجه حصلت في البيت عندكم. الدولاب الدولاب كل شويه بيطلع ناس ولا صح ولا ايه؟ كل دور على المفتاح. ندور اهو. بقول لك ايه، علبه مجوهرات اللي في الدولاب دي نخش جوه الدولاب نجيب العلبه ونتكل على الله. تمام يا معلم، حلوه الفكره بتاعتك دي برضه. تعال المجوهرات جوه. ربنا يستر ربنا يستر. فين المفتاح؟ فين؟ انا عايز المفتاح، عايز اخرج من المكان ده. المفتاح راح فين يا رب؟ المفتاح فين؟ يا نهار اسود. ايه ده؟ مساء الخير. مساء النور. انت صاحب الكريمة؟ لا وقع منها. يا ولد انت جامد. بس بقى يا شقي بقول لك ايه؟ ايه؟ ممكن رقمك؟ رقمي ايه يا راجل انت؟ ده انا واقف قدامك بالروب. ايه شباب اليومين دول؟ لسه عايز الرقم؟ بقول لك ايه؟ انا شفتك في حتة قبل كده بس مش فاكر فين. لا لا ما شفتنيش اكيد يعني. لا شفتك والله. لا لا مش انا اكيد. لا انا عرفت انا شفتك فين. يا ماهر الكلب كريم. ده انت مدوخنا. اسمعك ايه؟ اسمعني بس يا كريم. ده انا هقسمك اتنين. لا يا كريم مش هتعرف تعمل لي حاجه. انا الساحر ماهر العظيم، اعمل لك السحر الاسود. بلاش الاسود عشان مش بحب. اعمل لك السحر البينك. البينك يبقى حلو عليا ويلم جسمي. انا بعمل لك سحر مش بعمل لك جلابيه. جوزك يا هانم دلوقتي قطه ارنب اي حاجه بقى مطيع دلوقتي، اي حاجه تطلبيها منه يعملها على طول. انا مش مصدقه نفسي. لا صدقي. طب خليه كده يتنطط. يلا اتنطط يا اعلى فوق، خليك ناطط بس بقى يفضل كده. لا انجز. خلاص وقف. طب خليه يلطم. يلطم على وشه. اقول لك اعمل عيل صغير. اعمل اسهل حاجه عندي. ما بتصدق انت. خليه يعمل حاجه تانية. خليه يغني كده. غني اه زي بعض، انتوا الاثنين زي بعض، انت خاين وهي سفله. خلاص ارقص.
شريهان. ايه ده؟ يا معلم. يا معلم. لقيت المفتاح. لقيت المفتاح يا بلد. دار العلبة. دار العلبة. لقيت العلبة والمفتاح. المجوهرات اهي. دي اللي نخبيها. ايوه. طب ده الازهر المفتاح. خبي العلبة. يا تظهر المفتاح اهو. خبي العلبة. ايوه كده. المفتاح اهو. اتفضل افتح لنا ويلا كله يروح بقى. كله. ايه ده؟ ايه ده؟ انت رايح فين انت؟ يلا نمسك على الله. لا لا مفيش الكلام ده. انت لازم تفجروا لي الدولاب ده. انا عايزه متريليون. Wow, crazy liar in the mason arrow, so many pruny world. Where oh, ow. So can make us pretty liar in the make frame of the race and air flow the right hand on with the pruny. So where? Sing it, say, pruny frame of the right hand on. Later. Later. I'm so sweaty, Laren. Say, swallow pruny when it. So where? Schwartz, Siggy Brunson, Iggy Ray, the Santa Laura, get a Brunson in England and Watson in well. قال لك ايه يا ولا فهمت حاجه. So we get brains and ego logging in business running hair. Come on and promote and ease this one. I like it. Home on the watch and ease this one. I like it. Four. معلم هيموت من الهوا يا اخوان. Switch it to bronze and ease this one. I like it. Hair. Oh. Oh, this one in a run. قال ايه يا حد فاهم؟ ايجو لو ليجس از وينين ايرل شيني وينس از وان اوار؟ ها؟ عارف؟ تير سوار صح تيجن اوار ذا ميسا اه It's winning long and it just is making pulls in error. Huh? So what? Yeah, the ball! Yeah, the ball! The ball! Yeah! The ball! Sir, Shane, Larry, and Ace, and Heron. So what? Begin it to what it was. ده انت اسطوره يا كان. يا كو وبسبعه ونص وما بيتكسرش لا سحر ولا شعوذه. I will create an evil warrior in Isis 107. لا بص انا ابعت لك اللي يتصرف معاك. انا سلبة. ايوه يا معلم. واحد زيك مش فاهم فهمه. لا ما تقلقش ده انا مشهولك ده. وريني. لا في ايه يا So what a person is this one a login ever one a like is this one. اوكي. Swear. See this one quick prison is this never login Aaron Leonardo DiCaprio. تامر عاشور. Tanner. Swear the legacy this nigga from one that you win. Yeah, Steven Seagal. Hamad Ahlan. So wake up, Lauren is this one, and Lauren Egan Moran, and it's this one, and Lauren Julia Roberts. Boosie. Adi? Normanda. Then time off was hot. Tabhu Ginay. Habbil Aliyat. اهو طلع من الفيوم.
ولا عامل لي قرد وهو اصلا من بطرشين هنا. تعرف تمشي؟ امشوا لك خالص بقى يا معلم. يلا. ولا رمز بقى. يا حلوة يا شايلة البلاص من فضلك يلا اسقيني، ده انا قلبي بيحبك اخلاص زي ما حبك. يلا يا جماعه انا متهالي كده كفايه قوي ونتكل على الله. يا دار ما دخلك شر. مع السلامه. اهلا يا حاجه. ازيك يا حبيبي؟ تعالي يا حاجه، انت ايه اللي جابك هنا؟ والله ما انا عارف. تعالي روحي يا حاجه، الباب اتفتح. تعالي. سلام عليك. مع السلامه يا قمر. مع الف سلامه. سلام يا وليه. ايه ده؟ ايه ده؟ انت طول بعرض وتهد الارض. مش قوي يعني. ما بتفكرش تخش دنيا؟ انا لو اتجوزتك هخش دنيا. مالك؟ الدنيا جت عليا. اوعي. طب امشي بقى يلا. ليك في اللي انت فيه. يلا يلا يلا، انت اي حاجه تاخدها في ايدك وانت ماشي. خد وقعت منكم دي. متشكرين والنبي يا معلم، والله العظيم متشكرين. مش عارفين نقول لك ايه. سيب لنا حاجه حلوه هنا. ايه يا قمر؟ ايه يا جميل يا طعم؟ خد اقول لك هنا حاجه يا طعم. تعال. اجي يا ستي. جيت. ايه ده؟ ايه؟ انا عارفاك. ايوه. انت ماهر الساحر؟ ايوه انا ماهر الساحر. ايه ده؟ ده انا مشهور بقى. انت مش بس ساحر، انت بطل. ده انت اللي بطل. انا اللي بطل؟ خدي تعالي عايزك. انا اللي كسبت. راجل مقطف. ما يعملش اي حاجه. مش ايه ده؟ طب بصي، مراتك بتخونك. يا راجل. مراتك بتخونك معايا. مراتك بترتاح معايا. اذا كنت انا برتاح معاك مراتي مش هترتاح معاك. عليا النعمه، انت راجل قفص. ايوه يا عم. يلا بينا يا قمر. يلا قدامي. يلا يا ابن المحظوظه، خدت الزلابيايه وسبتني انا مع عربيه الكشري هنا. ازيك يا قلبي؟ بقول لك ايه يا حبيبي؟ ايوه. الليله كانت جميله وزي العسل والله. الحمد لله سطرنا العيال يا حاج. بس بقول لك ايه؟ مش ملاحظ ان في حاجه غريبه؟ ايه؟ الناس اللي عماله تخرج من الدولاب دي وربنا ما فاهم ايه الحكايه دي. ده كلام بص، احنا عايزين البوليس. بوليس؟ مين؟ بوليس. ايه ده؟ انت واكله ايه النهارده؟ واكله كروم؟ برنامج اطلب واتمنى؟ ايوه انا جاي اهو. السلام عليكم. ايه ده يا جماعه؟ انا ايه اللي جابني هنا؟ احنا اللي المفروض نسال حضرتك ايه اللي جابك هنا. معرفش، انا كنت نايم في عربيه البوكس. ايه ده؟ انت اللي كنت نايم في عربيه البوكس تحت البيت؟ لا، هو عربيه البوكس اللي كانت تحت البيت. لما انا بقى عربيه البوكس تبقى دي عربيه الترحيلات. حلوه. والله بجد يا جماعه، انا كنت نايم في عربيه البوكس اللي تحت البيت، فجاه نمت صحيت لقيت نفسي هنا. في حد ينام وهو في الشغل برضه؟ يا عم عادي، ما كل الناس بتنام وهي في الشغل. وبعدين انا حطيت الخطه وشفت الحراميه وهم ناسين من عندكم، وقلت للعساكر بتوعي هجوم اف ام. بقول لك ايه، الناس دي بقى لسه نازله من عندنا. حلوه. لم ولم لساني. يمين الله، لسه نازلين من عندنا. احترمي. اتفضل يا حضرة الضابط، انا هوصلك بنفسي. اتفضل. ليه ما الراجل ده بيقول ان الناس لسه نازله من عندكم؟ يا سيدي مالكش دعوه بالراجل ده. ما انت مالك؟ لا انا لازم اجيبهم واعرضهم عليكم بامانه. يا 7 9 اعمل ايه؟ ميعاد عشاء. يبقى نتعشى سوا. انت راشي سايبك يا برد. يا جماعه والله لازم نجيبهم ويتعرفوا عليكم دلوقتي. يا شاويش مرغني. انت يا شاويش. اهلا وسهلا. انت مين؟ انا مين ايه؟ انت مين؟ طب ما تعرفش انا مين يا ابني ولا ايه؟ لا ما اعرفش انت مين. انا وزير الداخليه يا حبيبي. باشا منور. انا وزير تخدير الداخليه يا بابا. يا باشا ما انا قلت لحضرتك ان كل حاجه زي الفل والعمليه ماشيه زي الفل. عمليه انا جاي اشوفها بنفسي يا حبيبي. يا باشا منورنا والله العظيم. لا بس انت ظابط كويس. الله يكرمك. قال عليك كلام زي الفل في الداخليه. ربنا يخليك. برافو. ربنا يخليك. انت خريج دفعه كام؟ 2001. انتوا كام واحد؟ كانوا هما 2000 وانا واحد يا فندم. 2000 وانت الواحد. بالزبط. ما شاء الله الدفعه بتاعتكم كويسه. الحمد لله. الدفعه بتاعتكم دي كلها ظباط؟ كلكم طلعتوا ظباط في الدفعه؟ الحمد لله. مفيش دكاتره، مفيش مهندسين، مفيش. كلكم ظباط ما شاء الله. لا ما شاء الله عيلين. برافو. لا وفي 3 نجوم على كتفك اهو ما شاء الله.
وعبال ما يبقوا خمس نجوم ويبقى عندك جاكوزي وسبا وساونا تبقى حاجه هايله. ربنا يخليك. بعد كده تفسح عيالك على كتفك، ما تودهمش بعيد، جيبهم كده تلاعبهم وتمشيهم. ربنا يخليك يا فندم. لا هايل. الله يخليك. انا عايزك تشتغل كويس يا فندم. بتأمرني. جايب نفسي ها؟ طيب. يلا مشتبهين انت مشتبه. حاضر يا عمي. يا جماعه اتفضلوا، الباشا هيخرب بيتنا اقسم بالله. سرعه يا عبد. حاضر يا عليوم الاسود اتفضلوا. يلا يا مهوري. سعاده الباشا، سعاده الباشا، والله انا كنت ماشي في الشارع يعني، لا بيا ولا عليا انا والواد الغبي اللي معايا ده، سيادتك انا نجار يعني، وهو وبعدين يعني لقيتهم بيقولوا لنا اطلعوا الباشا عايزكم يعني، لكن احنا لا لينا في الطور ولا في الطحين سيادتك يعني، مش كده يا هد؟ ايوه يا باشا. استاذ كريم حضرتك. استاذ كريم تقدر تتعرف على المشتبه فيهم دول؟ طبعا. بص حضرتك انا هقول لك، حضرتك الاستاذ ده والاستاذ اللي هناك ده شكلهم حراميه وباين عليهم جدا. انت ماسك عليه ايه يا حراميه يا سعاده الباشا؟ مش حراميه ولا حاجه سيادتك يعني، ما فيش اي حاجه اتسرقت في البيت واحنا كنا ماشيين يعني، معقوله حراميه يبقى واضحين قوي كده؟ مش معقوله يعني عسل. باشا. طب والاثنين اللي هناك دول؟ لا يا باشا احنا في شهر العسل، مالكش دعوه بينا. ايه ده انت لحقت؟ متسرع قوي انا، حبينا نعيد جبنا سيد. بص حضرتك انا هقول لك، حضرتك شايف حضرتك اللي هناك دي؟ انا اول مره اشوفها. وحضرتك شايف الراجل ده؟ اول مره اشوفه. بالظبط كده، انا اول مره اشوف جيجي، ومرات الشفيفه العفيفه دي اول مره تشوف ماه. حلو قوي. سيادتك كلنا اول مره نشوف بعض، الدولاب نفسه غريبه يا باشا، وما دام ما فيش حاجه قلق ولا حاجه يعني، يبقى اهم حاجه ما نفكرش نطنش وكل واحد يروح لحاله. سيادتك كنت نايم في عربيه الشرطه تحت يعني. ماسك عليه ايه يا ماشي سيادتك يعني، كل واحد يتكل على الله، ويا دار ما دخلك شر، وزي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف، ما دام مفيش حد خان حد. خد حد؟ ما حدش خان حد هنا. مفيش خيانه؟ مفيش. لا حد خان حد، ولا حد سرق حد، ولا في حاجه. ها ايوه. ولا في راجل خان مراته، ولا ست خانت جوزها. قولي لي يا خاين ليه الشيطان وصي وكتفك العقل والرقصات الجيلة وفي عوالم كفة تحي الفؤاد العليلة تدخل من باب الشقة تمدح في أصل العيلة وتقول على القرد غسل شارد والدم خفيف ويكون بارد غسل شارد والدم خفيف ويكون بارد يا فتاح يا فتاح يا فتاح من غير مفتاح يلا الحمد لله الغارة خلصت الحمد لله الغارة خلصت الحمد لله الغارة خلصت الحمد لله الحمد لله الغارة خلصت الحمد لله الغارة خلصت الحمد لله الحمد لله الغارة خلصت الحمد لله الغارة خلصت الحمد لله الغارة خلصت الحمد لله الغارة خلصت الحمد لله الغارة رجعت الحمد لله الغارة رجعت يا اخوانا الرنة التانية دي مش رنة الغارة امال دي رنة ايه رنة موبايلي موبايلك احنا ايام الانجليز زمان مفيش موبايلات طب ما قلتش ليه كده واحنا داخلين لا فوق انت احنا ايام زمان يعني الانجليز انا احترت لا ما تحترش الانجليز مغربلنا ضرب ولازم نشوف حل انا عندي الحل ايه احنا عايزين زعيم يقف ضد الانجليز احنا لازم نجيب مصطفى كامل يحمسنا بكلماته وبحاجاته صح يحمسنا بحاجاته انت صح
صح؟ صح، محدش يراجع وراك. صح، يبقى عايزين مصطفى كامل. صح، يا مصطفى كامل اهو، مصطفى كامل اهو، مصطفى كامل اهو، مصطفى كامل اهو. يلا يا مصطفى كامل قول لنا كلام يحمسنا. قشطة يابا، قشطة، قشطة يا عمي، قشطة، كله كده، قشطة، وانا كده، قشطة. شفت مصطفى كامل؟ شفت كلماته ولا ألحانه؟ انا متأثر قوي بمصطفى كامل، جوايا مصطفى كامل ده. متأثر بيه؟ ده جه اشتغلنا ومشي، يخرب بيت امي دي عيشه. احمد ربنا على عيشه، متضايق شد الفيشه، احمد ربنا على عيشه. أيوة، متضايق شد الفيشه. ايه ده؟ ايه ده يا بطل؟ لو انت كده في الاوضه، ايوه، تبقى ليلتك سودا. لو انت كده في الاوضه، تبقى ليلتك ايه؟ تبقى ليلتك سودا. تبقى ليلتك ايه؟ تبقى ليلتك. كفايه اهتاف. شفت مصطفى كامل مقصر فينا ازاي؟ معشش جوه قلوبنا. يا لهوي، انا دلوقتي بدوس على كل شيء بينا، ادمر كل شيء بينا، ادوس على قلب الولد، توحشني. أسيبكوا تخلصوا الألبوم؟ بجد؟ والله أمشي. يا ابني معشش في قلوبنا. الراجل ده أصلاً أسطورة. أيوه، ده أصلاً ما بيغنيش من الحنجرة. أمال إزاي؟ ده بزرار، حد ماسكه من هنا كل شوية. أنا دلوقتي بدوس على كل. والله؟ حد لعب في الفوليوم بتاعه بس أموت وأعرف مين. أنا أموت وأعرف إحنا هنعمل إيه دلوقتي. مصطفى كامل ما نفعناش، هنعمل إيه؟ يبقى عايزين حد تاني أقوى من مصطفى كامل، هو اللي يقدر يقضي على الإنجليز ما دام إن إحنا مش قادرين عليهم نجيب سعد زغلول. نجيب سعد زغلول، هو اللي يقدر يقضي على الإنجليز يا رفعت باشا. صح يا حناوة أفندي. صح، احنا نجيب سعد باشا زغلول. يلا سعد، سعد يحيى سعد، سعد سعد يحيى سعد، سعد سعد يحيى سعد، سعد سعد يحيى سعد. يلا يا سعد يا زغلول قول لنا كلام يحمسنا. العنب العنب العنب، العنب احمر احمر، اخضر اخضر. سعد زغلول، سعد زغلول، سعد زغلول، سعد زغلول، كله كده، كله كده، وانا كده. ايه ده؟ انا بوسع له كل مره وعارفه هيجري، يقول لي كله كده زي الحمار باجي كده. شفت سعد زغلول؟ شفت كلماته ولا كلباته؟ يا ده مأثر فيا قوي سعد زغلول ده. كان عايز يخش بدينا هنا. ده مش سعد زغلول ولا مصطفى كامل، ده الواد ناصح النصاب اللي شغال مع الانجليزي، يخش يشتغلنا ويجري. طب ما قلتش ليه كده من الاول؟ بحب اغانيه. تسيبنا نقعد؟ انت كل شويه تقول لي حاجات متاخر يا رفعت. ما نعمل ايه يا عم؟ اسمع مني انا، اولا ما اسميش رفعت، تمام؟ ركز. انتوا بتغيروا اساميكم ليه؟ انت اللي اعوذ بالله. ركز معانا خمس دقايق بس. ماشي، وهسيبك تروح. ماشي. بص بقى، ايوه، احنا نشتغل زي ما بيشتغلنا. صح. نعمل ايه؟ نتنكر ونقعد نعلم عليه. بس انا خايف صاحب الكباريه يجي يقبض علينا. يا عم صاحب الكباريه مات في الغاره. مات في الغاره؟ اه، يعني الكباريه دلوقتي ما بقاش ليه صاحب؟ ملوش. طب امسكه انا. مش هتعرف. ما اعرفش ليه، اصله كان خواجه. طب ما انا خواجه. هتعرف تعمل خواجه؟ ده انا عيلتي كلها خواجات. ايه يا مفيش حاجه، دي عيلتك وانت ادرى بيها، هم اجانب. ولا عيلتي. مش انت قصدك ان عيلتك اجانب؟ انا فاهمك. كلهم اجانب. في ايه؟ خلاص انا مريحك. اهدى.
احنا نقتل بديعة صاحبة الكازينو ده ونسميه كازينو المرحومة. صح. ونمسك احنا الكازينو وانا هشتغل معاك هنا فيه. بس ما نقتلش بديعة على طول. ماشي. نشوفها الأول. اه. نقتلها في الآخر. خلاص قشطة. يلا خلاص. يلا. يلا. يلا يا موسى. أنت جاهز؟ أنا جاهز. يلا. يلا. البس. ايوه انا بجهز اهو. جاهزه يا حاجه؟ جاهزه يا ابني، جاك صاروخ في معاميعك. خش يا حاجه واتفاجئ. يا رب رزقنا في الكوبوريه اللي احنا بنعمله ده، وانا كل ما اتنكر اعمل سوداني. تعالى يا خواجه. اهو اهو، بص لقيت الخواجه ميت، خدت لبس وجيت. خواجه انت ساحر كده. انت هتقرفنا ليه يا عم؟ والله ساحر. وانا كل ما اعمل حاجه هتقعد تقرفني. طب ايه وريني خد دي بقى وهوريك الخواجه. هي دي اللي هتخليك خواجه؟ بس اظبطها بس. اما نشوف. يلا. تعالى يا عم شبلي. تحت بس. تحت عشان ما نموتش. ماشي. بس اهو كده بقيت خواجه يعني؟ انت يا خماره. انت يا حبيبي. كفايه مدح. انت مش عارف ان انا مش هحب اقعد مع خدي غيرك؟ انا خدي يا راجل يا شفايف. يا خراشي عليكي، انت سوداني بتضحكني موت. ولما تعرفني هتهبني اكتر، اصل انا من النوع السوداني المقرمش. انت ليكي اخوات يا سوداني؟ اخويا بيحبك موت كاجا فندي. والصغير لب سوري. اهو ده اللب السوري ده متغرب وسطيكو اكل العيش. وليك اخوات فزدو عامل ايه؟ زي اللوز. انا مش عارف اسكتك. انا عارف انت انت لازم تيجي تزورنا في المقله اللي احنا عمالين نقلش فيها دي. الله. والله لازم. ده انتوا عائله مسليه واحسن من الفشار 100 مره يا سوداني يا عسل. انت ليه تقول حبيبي وليه ما عندكوش حرف الها؟ ايه خبيبي في ايه؟ فين حرف الها؟ ما عندناش خبيبي احنا، خبيبي كله خبيبي. قول لي الحروف عندك. كله خبيبي. اقول لك الحروف؟ ها؟ اسمع. الف ب ت س ج خ خ د ز ر ز س ش ص. انت كنت في حضانه ايه؟ الرخمه. انت عايز مني ايه دلوقتي يا خواجة؟ انا عايزك تشغل لي موسيقى اللي انا احبها يا حبيبي. اللي ايه؟ اللي انا احبها. موسيقى ماشي. اللي انا اموت فيها يا ايه ايه اللي ايه؟ اللي انا انت لخبطته. خليتني اقول اني. اني ايه؟ انت خواجة من الشرقية، ما تعمل. بس خمس دقايق ركز. يا ابني يا ابني انا ما انا عامل خواجة. عامل خواجه، ما تقعدش تضغط عليا في الكلام. خلاص. مش انا، انا مش مش دوري. بص النوبي سهل. انت هتقرفني ليه؟ ما تك... بص النوبي بص ماله؟ تهب اشغل لك اغاني ايه؟ عبد الهمولي ولا عبد الهليم حافظ؟ عبد المجيد عبد الله والنبي. شغلوا له منين عبد المجيد ده؟ بيقول اي كلام. اماكن الضيعه يا انصاف. انصاف يا بنتي يا انصاف. يا بنتي يا مفاتن انا جايه اهو. انت كنت فين يا بنت؟ كنت عند قابلتي جوه يا بنت. كنت بتعملي ايه يا بنت؟ يا بنت كنت بظبطها عشان تظبطنا في الشغل كده. اسكتي يا بنت يا انصاف، دي الغره النهارده كانت جامده قوي. اسكتي بقى ما تفكرنيش، ده هي تاخدهم كلهم يا اختي كده شطه واحده ونخلص منهم. ياخدهم كلهم انما هتلر لا، ده هتلر ده قلبي وروحي وحشايا. يا لهوي عليه وعلى شنبه. ما تهمدي شويه يا بنت، يعني اللي جابت هتلر ده يا اختي ما جابتش غيره ولا ايه؟ يا اختي بقى جابت ولا ما جابتش؟ هو هتلر وبعد. طب بس بقى وسيبك من المنايل على عينه ده، وتعالي يا اختي دوري على المنايل على عينه التاني. مين؟ اللي هو العمده راح فين يا بنت؟ ده من ساعه الغره ما قامت والنور طفى مش باين له حس ولا خبر. ازيكم يا عاهرات؟ عاملين ايه؟ يا اللي لحم كتفنا من خيركم.
يا اللي من غيركم نقفل الكباريه ده خالص، محدش هيجي. عاملين ايه؟ اهلا يا خواجه. ازيك يا حبيبتي؟ اهلا بيك انت. ازيك يا اصناف؟ اخبارك ايه؟ تمام. إيه ده، اسمك ولا اسم حد تاني؟ اسمي والله يا خواجه. وازيك يا مفاتن؟ ازيك يا كاريوكي، عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ كويسه يا اخويا الحمد لله. انت شغاله ايه عندنا هنا يا حبيبتي؟ فتاه ليه؟ طب دي شغلانه خرام. شغلانه خرام، اشتغلي شغلانه خلال تكسبي منها، عيالك لسه صغننين. ليه يا حبيبتي الشغلانه دي؟ توبي. ازاي بس ازاي؟ انت هتعملي لي زي صباح المغنيه، كل ما اقول لها توبي تقول بيقولوا لي توبي. ازاي بس ازاي؟ هي نيتها من جوه مش عايزه، هي مش حابه توب. هي من صغرها تقول لك من صغرنا واحنا بنبني عشنا مع بقيه، من وهي صغيره ضايعه. ليه تدمري مستقبلك؟ انت لسه صغننه يا حبيبتي. طب اعمل ايه طيب؟ توبي. لا مش هتوب. توبي. مش هتوب. هتوبي امتى؟ محدش هيقول لك توبي غيري في المكان ده. اسمعي الكلام يا حبيبتي، اسمعي. مش هتوب، مش هتوب بقى على الله. طب بقول لك ايه يا خواجه؟ ايه يا حبيبتي؟ ما تيجي انت معايا النهارده ونتوب انا وانت بكره. انت تصدقي بالله؟ انت تعلمي العفه. انا مش عارف جايبك ليه في الكباريه دي، غلطه، غلطه مني. اتنيل امشي اما تشوف العمده مزنوق جوه في الحمام بقاله ساعه مش راضي يطلع. انت يا خماره. اوعى عينك. ايه؟ انت عايزه ايه؟ ما تمسكنيش كده. تعالي يا خماره بس كده. عايزه ايه؟ عايزه ايه؟ انت اللي عايزه ايه؟ انت ما تعرفش انا مين؟ تاني اللي حاربت الانجليز في الحمله الانجليزيه، وحاربت البريطانيين في الحمله البريطانيه، وحاربت البيزنطيين في الحمله البيزنطينيه، وحاربت الناموس في باب الشعريه. ايه ده؟ انت ايه اللي انت لابسه ده يا عمر؟ ده كارينا. الله يخرب بيت الانجليز والحاجات اللي بيجيبوها معاهم وهم جايين. هم البنات دول اللي قالوا لي، قالوا لي عايز تبقى عمدة مارينا البس كارينا. انت جاي، انت عمدة لعبة ولا ايه؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ بقول لك ايه يا عمدة؟ كل الزباين مش موجودين، ما فاضلش هنا في الكباريه غيرنا احنا والاسطى بديعة وسبع السباع يا عمدة. مين يا بنت سبع السباع ده؟ انت خمارة؟ انت خماره اكيد بيضحكوا عليكي. سبع السباع ده يعني بيعكسوكي عشان يسرقوكي في محصول القطن يا غبيه. والله؟ اه والله يا خبيب. يا بنت انا، طب الله العظيم كلامك صح. ايوه يا خبيب، هضحك عليك ليه؟ والله يبقى لهم حق، انا بايع القطن اصلا وجاي هنا عشان خاطر اقعد معاهم. تصدق بالله؟ لا اله الا الله يا خبيب. ست الناس مرات اللي في البيت شبهك بالظبط. طب هيضحكوا عليكي وهياخدوا منك محصول القطن، فهمت؟ يبقى لك الحلاوه لو عملوا كده. انت خماره، بقول لك هيضحكوا عليكي، انت مخك زنخ. طب انا قلت لك بقى انا اللي عايزهم يعملوا كده، انت مالك انت؟ ليه ده؟ انا طالع معاهم، عايز حاجه؟ ربنا يخليك. يلا بقى يا عمده. يلا يلا. لو حد سال عليا اقول لهم بيغير زيت. يلا بقى. يلا بقى. ايه ده؟ ايه ده؟ والله العظيم العمده ده شكله هيجيب البلد دي في داهيه. لا حول الله يا رب. انت يا ده عثمان، يا عثمان الحقنا، يا عثمان انت فين؟ يا ده عثمان، يا ده عثمان. بس بس يهرب بيتك، يهرب بيتك. انت ساكت؟ انا هنا ما اسميش عثمان. امال اسمك ايه؟ اسمي جول اشقر. اشقر؟ ده انت انهارك اسم، استغفر الله العظيم. ايه ده؟ ايه ايه؟ شوت شوت شوت. ايه ايه مالك انت؟ ما توترناش. الـ FBI بيجروا ورايا، والـ WWE بيجروا ورايا، وجون سينا بيجري ورايا، وعمال يعمل لي كده اهو. طب وانت عملت ايه؟ عملت له كده اهو. فادي جزا يا اسطى. ايه الدماغ دي؟ معقوله كان في بانجو ايام الانجليز؟ انت ايه الدماغ دي عاملها ازاي؟ بهدلوني يا عثمان وانا بهرب من الكامب الانجليزي. العساكر ولاد الكامب ضربوا عليا صاروخ. جه في قلبك؟ لا جه في كامب اليمين هنا. بص بقى، انا عايز اتوب يا عثمان، عايز اتوب وانضف وابني اسره. مش انا خطبت البنت سماح؟ يا عم سماح دي مصر كلها ماشيه معاها. ما تكبرش الموضوع، هي مصر قد ايه يعني؟ اتفضل يا معلم اوراني، اتفضل. هو ده بقى الكازينو؟ اه. ما فين بقى الراقصات والغواني والحاجات الحلوه دي؟ الراقصات بيجتهدوا جوه. اشحني ب 10 جنيه.
انا عيب على لبسك حتى تشرب كونياك ولا بيره؟ يا نهار استغفر الله العظيم كده نروح النار. كونياك وبيره امال تشرب ايه؟ هات كاس تكيلا. بس دي تبقى تكيلا عليك يا معلم. انا اسف اسف. بقول لك يا معلم انت جبت لي سلاح ولا نخش في المهم؟ رحت الكامب امبارح لقيت لك عرض نازل تحفه، تاخد 2 مسدس ساقي عليهم مسدس ميه هديه. انت رحت الكامب ولا رحت بيتزا كينج؟ ما قال لي 2 وتاخد عليهم 1. يا ابني انا توبت وبسرق عشانك انت. سرقتني ازاي؟ بص بقى شوف الخطه. خدت في ايدي بطيخه وانا داخل، اول ما دخلت فضيت كل اللي جواها، حطيت لب البطيخ في جيبي عشان تبقى فاضيه اشيل اللي انا عاوزه. تحط في البطيخه المسروقات؟ اه. يا ولعبان بس دي يا دوب تشيل شويه رصاص. مين قال لك؟ ده انا مهرب فيها دبابه وكيس زبيب. دبابه جوه البطيخه وكيس زبيب؟ انت تقرب لواحد اسمه ابو العربي الفشار ده؟ اه ابويا. عرفتك. كمل كمل. ما قربتش طياره جنب الدبابه؟ طياره جوه البطيخه؟ ايه الاوفر ده؟ لا دي هربتها في جيب الكلسون اللي ورا. طب ما هربتش غواصات قبل كده؟ لا يا عم دي كبيره عليا دي. ليه يا عم؟ تعالى وانا ما بعرفش اكذب. اقول لك يا سلام تجيب فراولايه ما تاكلهاش وتجيب تفاحايه وموزايه ومانجايه تقطع كله شوب فخفخينه تقعد برينس. والغواصه ما تفكر بقى تسرقها زي وانت بتشرب. مش عملت لك فخفخينه؟ انت بتهزر بقى. انا عملته عشانك. عملت ايه عشانك؟ عملت ايه عشانك؟ ما انا طالع بالبطيخه كشفوني ضربوا عليا نار. اسكت. لا ما سكتش. رحت ماسك البطيخه عاملها خوذه طلعت الدبابه رميت لها اللب هي تضرب وناكل في الزبيب هي تضرب وناكل في الزبيب هي تضرب وناكل في الزبيب. وعملت ايه؟ قلعت النضاره ال 3 دي واستمتعت بالفيلم. كده والله انت جاي تشتغلني يا معلم. ليه يا عم؟ انت جاي تجيب لي سلاح ولا جاي تقعد تحكي لي قصص خرافيه؟ بص بقى ده انا جبت لك نقاوت الغالي. وري ايه ده؟ امسك ايه ده؟ ايه ده امسك كده واجمد كده يا ياض. اه ده اللي هقتل بيه. لا ما تقتلنيش كده اخش النار. ليه؟ جيبي مليان افيون لسه ما وزعتوش. يا عم انا ما بيعرفش يضرب نار. يا نهار استغفر الله العظيم. انت جاي توب هنا؟ انا مال انا ما بيعرفش يضرب نار اعمل ايه؟ مش تقول يا عثمان. بص انا ابعت لك واد خلاص يجيب من الاخر. تمام. يقعد هنا في وسط الزباين عيونه خضره لونه ابيض شق اللفت شعره اصفر. تمام. تقول له كلمه السر يضرب. وايه كلمه السر؟ حكوره. اقول له حكوره يخلصني من خليل باشا على طول. آه. هل بت انت عايز تقتل خليل باشا ليه؟ خليل باشا ده كان معذبنا كلنا انا والعيله. انت فاكر ابويا ده كان اسود نوبي؟ امال كان اسود برباط؟ انت هتهزر على ابويا؟ لا ده انا واخد بخاطر ابويا. مات. هو كان ابويا بيضاني كل يوم يربطه في الشجره يقعد يدهنه شوكولاته يدهنه شوكولاته ويقعد يلحس فيه هو واهل البلد. هو الراجل اللي كان بيضان شوكولاته ده ابوك؟ انت تعرفه؟ ما انا لحست معاهم. سامحني يا عثمان. الله يرحمك يا ماما جيرسي. ماتت؟ لا ساحت. ما سابتلكوش حاجه؟ سابت لنا الغلاف. معلش معلش ما انجلكش في حاجه وحشه. صاحب واجب يا معلم. مش انا حضرت الدفنه بتاعت امك؟ طب كانت فين؟ كانت في مقابر الكيت كات. والله طول عمرك صاحب واجب يا معلم. حبيبي حبيبي يا عثمان. بقول لك ايه يا عثمان؟ ما تعرفش ميكانيكي قريب هنا؟ ليه العربيه باظت؟ لا الطياره الهليكوبتر بتاعتي المروحه بتاعتها عماله تزن هشيلها. طب ودي هتطير ازاي؟ هتطير من الفرحه. يا معلم سي يو عثمان سي يو. انت انت سبتني بعد ما خرجت. انا مش عايز اكمل في الخواجه. ليه؟ والله ركز فيها تعمله سينما. والله العظيم طول ما انا جنبك ما امثل غير هنا. سينما ايه؟ اتنايل على عينك. انت ركز بس فيه. طب امال عايز تشتغل ايه؟ هشتغل مطرب بقى. ده منظر مطرب. والله مطرب. طب سمعني حاجه. اسمع دي. الله. سمعني حاجه تانية في قوه دي. اسمع دي دي الجديده. لا دي عدت كوبليه كذا مره فعملت نوع من الرخامه. أقصر شوية؟ أقصرها. اسمع دي. ها ايه ده؟ انت كلمات اغانيك تحفه. انا مشكلتي ان انا بتعامل مع مؤلف اخرس بس مش عايز اقول له عشان نفسيته. يعني انت جاي تعمل خير وتعرفني انا صح؟ اعمل ايه طيب؟ الراجل بيكتب كويس بس ما بيك يعني. انا عرفت انت بطلت غنى ليه. ليه؟ ما انت بتنزل البومات فاضيه حد هيشتريها. لا 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 ما ده انا الطرش كلهم بيحبوني. اقعد ساكت. مين طرش؟ مفيش اطرش ما بيسمعنيش.
انت هتقرفنا. انت عايزني اعمل لك ايه دلوقتي؟ روح ولع اليافطه بتاعت الكباريه. الفرقه جايه اللي انا جايبها احسن فرقه في مصر. انا هولع في اليافطه وفي الكباريه عشان نخلص. اه والله ماشي يلا. طيب فرقه انا على حسابي، انا مش عايز اشتغل الشغلانه دي يا خالد. لا يا رب الفرقه تخش اللي انا جايبها يا رب. يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي. لما اقول لك تغني تغني، ما تعرفنيش من اول دلوقتي. ماشي لسه الفقرات جايه. اوكي ماشي يا حبيبي. اوكي حبيبي، مش عيب تبقى طويل كده والدك في الحاه. نايل على عينك. مين انت؟ انت كمان؟ انا اسمي نوال. ده انت شارع عظيم عندنا في الدقي. وعلى كده بقى في اشارات؟ اصلا انا بعشق الانتظار قوي. انت بتعشقي السفاله، ابعدي عنك. ومالها السفاله؟ مش احسن ما اعمل حاجه عادي يا اخويا؟ ايه ده، دي مغفله دي ولا ايه؟ تعالى يا عم صبيح. الباقي يخشوا. ادخل يا عم صبيح. انت عارف هو ده؟ عارف يا حامد يا ابني؟ انا شفت الطيار اللي ضرب القنبله على الكازينو، لمحته بطرف عيني كده ابن الذين. ده تعرف ده يبقى مين؟ مين؟ ابن خالد هتلر مباشره. هتلر مين يا عم صبيح؟ الراجل اللي بيحط دبانه كبيره تحت مناخيره ده، عارفه؟ شفته بعينك؟ بعيني والله، بعيني يا حامد. والله العظيم الراجل من كتر الكب وحلفانه الكب ربنا شفط نظره. يقول لك والله شفته هو اساسا مش فاهم هو فين. على فكره ده مش اعمى. امال ده ايه؟ ده كفيف. كفيف؟ اه. اقول لك بقى كفيف ازاي؟ ازاي؟ كنا في خناقه، حد اداله كف، من ساعتها بقى كفيف. او شت. شت الحزام على وسط الخير وليفيده. يا حول الله، انا اللي بجيبه لنفسي. انا جاي فرقه تشلني بس. عادوا يلا. انا عايز فرخه يا جماعه في الكباريه. عايز فرخه. عايز فرخة؟ سعاده. اغاني. اغني لك حاجه فيها فرخه. ايوه تعال يلا. بتعرف تغني انت؟ عيب عليك. اكتب يعني. ماشي. يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا امك. غلينا حاجه بالنهار. يا ليل يا الساعه بقى الفجر هيدم بسبب. احنا لسه في اول الليل. غلينا حاجه بالصبح. حاضر يلا. اديك في الارض تفحر. ودي أديك من أجلك هذا، وديك وتقول لي لماذا. الله، انت عمال تقول لي أديك، انا مش قادر أديك. اقعد اقعد. طلباتك كتير انت. معلش. طلباتك كتير قوي. معلش اعذرني. طبل كويس بس، انا عايز فرخه. كل البنات بتموت فيا، ليه يا رب خلقتني اموت؟ ليه؟ ازيك يا بنت انصاف؟ الحمد لله على السلامة يا ناصح. الله يسلمك، العمدة جه ولا لسه؟ اي نار عليك كده يا اخويا، وكل شوية بيسأل عليك. طب بقول لك ايه؟ قول. اسبقيني على المخزن عشان اجي اوريك الساعه وهي بتنور في الضلمه. عينيا. طب وانا يا ناصح مش هتوريني الساعه اللي بتنور في الضلمه؟ يا بنت انا بخاف من الضلمه اصلا. اقعدي. فين يا جدعان صاحب الكباريه ده؟ تعالى يا حبيبي. تعالى يا ناصخ يا نصاب. انت مين؟ انا مين؟ انا الخواجه صاحب الكباريه. الخواجه مين؟ انت اسمك ايه؟ خواجه كاريوكي. كاريوكي؟ اه. طب سمعني حاجه. لا كاريوكي موسيقى فاضيه ما فيهاش حاجه. سمعك ايه؟ طب انا بقى ناصح. ناصح ايه؟ ما تعملش ناصح عليا. لا يا حبيبي، لو انت ناصح فعلا بحق اثبت لي. اثبت لك؟ مين بطل الدوري؟ الاهلي. ده في المستقبل، احنا زمان الزمالك بطل الدوري. يا
عيني يا عيني عليك. اهو طيب بتروح الاستاد؟ بروح الاستاد كتير جدا. وبتقعد مع الجمهور؟ طبعا. طب غني لنا حاجه. اسمعك حاجه من الاستاد؟ يلا. والنبي يا حاج والنبي يا فرق. امتى الزمالك يكسب يا جميل؟ واعود معاك في الدال دايمين. امتى الزمالك يكسب يا جميل؟ واعود معاك في الدال دايمين. يا ابني يا ابني انت شايل الهم وجاي تركبوني؟ انا مالي الزمالك يكسب ولا ما يكسبش، انا عايز فرخه في الكباريه. خلاص يا عم صب لي كاس. كاس مصر ولا السوبر؟ لا صب لي الدوري. لا للاسف انا الدوري ما بصبهوش غير لاهلاويه. على فكره بقى الزمالك قادم. ايه؟ الزمالك قادم. الزمالك ايه؟ والله العظيم الزمالك قادم. قادم من ايه؟ من هنا. طب ابعد بقى لا يدوسوا علينا، ابعد بسرعه هيرخم. وانت يا بنت عامله ايه مع هتلر؟ يا لهوي ما تفكرنيش، هو في زي هتلر وجمال هتلر؟ تخدوده حمر وشعره صفر وعيونه خضر. ما تدوق لنا حاجه يا قشمون. يلا يا فرقه. عيون حبيبي خضر وخضر مرمر، وخدود حبيبي حبيبي حمر وحمر مرمر. عيون حبيبي خضر وخضر مرمر، وخدود حبيبي حبيبي حمر وحمر مرمر، وشعر حبيبي صفر وصفر فر فر فر. يا اخويا فر 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 فر، يا اخويا يا اخويا فر فر. ساعة ما اشوفه فايت عليا اقول يا ريتني اقف رجله، ولما ايده تلمس ايديا سكينه حاميه تذبح لعجله رجله. نهار ما شوفته تعبان قرصني رقاب نجم معاه، نهار ما شوفته تعبان قرصني رقاب نجم معاه، نهار ما شوفته تعبان قرصني رقاب نجم معاه، نهار ما شوفته تعبان قرصني رقاب نجم معاه. مكتر في بختي بختي اسود يا اختي. أيوة. بس اعمل ايه؟ الله سهلتني سرته سرته والقلب مرته مرته. احي علي احي علي احي علي احي علي احي علي احي علي احي علي. يعني ايه انا ما ادخلش الكباريه؟ والله يا معلم دي تعليمات الست بديعه. انا هو درش البحر يا واخش اي كباريه خلقه ربنا. حاضر يا معلم حاضر. خد يا خد. يا معلم حرام عليك، انا مالي؟ امشي يلا من وشي اخفى من قدامي دلوقتي. المفروض يا حبيبي الجل على دماغك. محدش بيرد عليا ليه يا؟ هيردوا يا معلم هيردوا. مساء الطين يا معلم. بيردوا بيردوا. انت ما بتفهمش يالا. والله ما انا دي هي اللي قالت لي ما دخلتش. هي يعني ست صح؟ اه. ينفع ست تمشي كلامها على راجل؟ لا ما ينفعش. طب امال ايه؟ ما اعرفش والله. ايه يعني انت نور وبتفهم اهو. اه انا اسف. افهم بقى قصدي ايه خلص. عشان بعد كده ما مديش ايدي عليك. ايه يا معلم؟ ما انا بقول لك انا فاهم خلاص والله. فاهم ايه؟ فاهم. انا مش بعد كده تيجي ادخلك والست تولع ست. انت فاهم ان انا عايز اساعدك صح؟ اه خلاص خلاص والله. مفيش ستات بقى تمشي كلام على رجاله صح؟ احنا رجاله ومستوعبين صح؟ مفيش الكلام ده عندنا صح؟ ده بجد والله. لا احنا رجاله. لا انت وحشني. اه بس مش كده يعني. اسمع بقى مني يا معلم، هم هيردوا عليك، خليك مكانك. في ايه مالك خايف ليه؟ يلا افهم يا. فاهم والله فاهم. فين الزباين؟ هو ما حدش بيرد عليا ليه يا؟ انا بخاف لما اقف في مكان واسال ومحدش يجاوب. فين الزباين؟ هو انت كنت سالت قلت ايه يا معلم؟ ايه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال كان ايه؟ السؤال كان لا إيه؟ خمس دقايق والم الورق بسرعه والنبي. انا جاوبت كل الملغي، مش فاهم الباقي والله. بسم الله الرحمن الرحيم. فين الزباين؟ اللي انت كنت بتسال الزباين فين يا معلم؟ ايه يا ابني اللي انت جايبه لنا ده؟ انت بتخوفني. هي قصدها تقول لك كنت بتسال الزباين في ايه يا معلم؟ يا سمارة انت. يا ولا يا مجننة يا اللي بتسمع الكلام من اول مرة. انت اتفرجت على فيلم السبع ايام؟ في ايه يا معلم؟ اهدى كده، اهدى، مالكش دعوة. انا ربنا عطيني الصحة الحمد لله، مش عارف اسيطر على نفسي خالص. فين يالا العمدة يالا الهفق ده اللي المفروض هنقلبه؟ فين؟ ايوه فين هو؟ فين الهفق ده اللي هناخد فلوسه كلها؟ فيس فيس. فين يعني هو؟ فيس 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 فيس. انا مش قلت ما تسيبوش الراديو مفتوح؟ انتوا متخلفين. فيس فيس. انا اهو. انت هو ايه؟ انا العمده. بس يالا عيب يالا اللي انت فيه. يا عم والله انا العمده. بس عيب، خش اقعد مع اللي متسنك. يلا اقعد مع اخواتك. يلا يا سيدي من ثلاثة والله العظيم انا العمدة. ولا عيب. انا مش بكذب عليك، انا بقول الحق. انا العمدة، انا العمدة سوستة. انت العمدة سوستة؟ ايوه. انت اخرك عمدة في المزرعة السعيدة والله العظيم. عمدة تطلع كده والامير مش عارف ايه يدينا 10,000 درهم هدية. انت خدت بالك؟ شد حاجة من الجو. بس انا عارف بقى الارياف في شغلها يعني، ما تقلقش. ايه الدليل يا ان انت العمده؟ الدليل ان انا العمده. ادخل على جوجل واكتب www.العمدهسوسته.com هطلع لك انا على طول، متصور انا وحبيبه قلبي صوره كده. مراتك؟ لا، الجاموسه. اهو ده اربعه منه في الجنينه، لا ضفادع ولا ناموس ولا الحاجات دي خالص. هو او قرص الريد، الاثنين قد بعض على فكره. او انا عايز اعرف بس، هم فصلوا بدله عيد للعمده زي بدله الضابط كده؟ ايه ده؟ عايز ايه يا؟ انا مش عايز حاجه. انت اللي جاي يا عم، عملت جره في شكل. انا كلمتك. انت مش جاي تسهر في الكباريه وتسلب فلوسك؟ ايوه. ها فلوسي بقى، ما انا اعطيتها لناصح يحطها في البوسطه. اعطيتها لناصح؟ والله العظيم من ساعه ما جيت ناصح ده ارجل عيل موجود هنا. ما هو ارجل عيل صح. والله كبرت يا ناصح عايل وبقيت تعمل عمليات من ورايا. والله لما تيجي عايل. طب بتقول لي مين عايل يا عاد؟ بقول لك انت على نفسك. ولا عايزين. انا المعلم. ماشي. والله يا جه جه وش الخير والسعد والنور والهنا. كنت فين يا عسل انت يا امور انت يا جميل انت؟ خد بالك عشان شد حاجه من الجنب. انا شفته بقى والله، المره دي شفته والله. انا بكلمه من هنا يعني، هو بيتكلم وانا واقف له كده. استنى. ازيك يا حمار؟ الحمد لله كله تمام. اخبار الجحش ايه؟ قلت لسه بشرب برسيم جوه دلوقتي. طيب يروح يلعب مع الفتيات عقبال ما اجي لك. حنية. يلا. حنية. راح بقى عليا، ما تشتمنيش تاني. ما اشتمكش تاني. أيوة. انا عاملك زي ابني. يا لا انت بتقسى عليا يا ولا. يا نونو يا زوزو بس يا ولا. سف على عمك كده. كيخ يا حبيبي كده كيخ. بقول لك ايه، معاك فلوس؟ معايا. تلعب؟ العب. تعال يا حماده. بص يا عم، ادي 10 و9 و8 تمام. انت كسر. استنى، ادي 10 و9 و8 تمام. طلع الواد. الواد اهو. غلط. معاك فلوس؟ معايا. تلعب؟ العب. ادي 10 و9 و8. طلع البت. البت اهي. عجبتني. تلعب؟ العب. معاك فلوس؟ معايا. يلا اهو، ادي 10 و9 و8. فين التسعه؟ تعبيط يا ابني. ما هي هي دي التسعه. هي دي التسعه. والله اول مره اشوفها والله العظيم. فين يالا الفلوس بتاعتي؟ هات يا عم الفلوس بقى، ما تقنيش. مالك في ايه يا عم؟ انا بتاعي لسه جاي من على الدجال. قال لك ايه يعني الدجال ده؟ قال لي كل اللي هيحصل في المستقبل. يا عم ما تصدقهمش، دول بيخرفوا. بيخرفوا ايه؟ عارف فيروز؟ عارفها البت العيله اللي بتغني. بنت العيله بتغني. انت عارف في المستقبل هتبقى ايه؟ ايه؟ كنسات.
بالفواكه الاستوائيه ولا نسوا ب3 جنيه 3 جنيه وانا اجيب طنبيل يا عم انت مجنون يا عم عارف صباح عارفها البنت الشحروره اللي بتغني انت عارف دي هتعيش لحد مين مين ابراهيم كمال مين ابراهيم كمال ده اللي بعد السيسي مين السيسي يخرب بيتك ايوه صح صح ما تحطناش في داهيه خلاص المهم ركز معايا عشان العصابة هتجيني هنا وتسلمنا البضاعة وهيعرفونا ازاي مش مهم انا اتفقت معاهم على كلمة سر ايه حكورة حكورة حلوة وجميلة وجديدة وبسيطة هنشوف بقى لما يجوا العصابة عشان لو نصبت عليا هنفخك طب بقولك ايه في مصلحة داخلها كمان شوية معايا راكب خلاص نصبايا نصبايا جامدة جدا يلا بينا نركب عارف المتر. مدير الصالة دي ايه حمار ماشي نقلبه في قرشينات ونفلق معايا معايا تعالى يلا انت عادي يا كرنشنكوف انت خلاص اجيب حاجة واجيب كوريا ايه ده ايه كوريا عامل ايه يا عوض حبيبي يالا مبارك ايه يا بلطجي عامل ايه انت مسكت ربنا فتحها عليك انا شفت الحمد لله فلوس كتير جبتها انا باخدها كل يوم بالليل بقى بجد ما انا فوق عن الناس هنا جدع يا عوض انتوا عارفين بعض ولا ايه يا جدعان طب بص بقى ايه يا حبيبي انا لسه جاي من عند الدجال المزيكا اللي بتعملها في الحانه دي مش هتنفع خالص ولا هتجيب لك فلوس ولا اي حاجه انت مجنون مجنون ايه احسن فرقه في مصر فرقه ايه انا جايب لك اسطوانه من مستقبل دي انضف فرقه في مصر دي اشرف فرقه في مصر دي اعزف فرقه في مصر دي انجح فرقه في مصر دي اجمل فرقه في مصر دي احلى منك ومن عيلتكم الفرقه دي دي انضف منك ومن شعرك يا جماعه انتوا الاتنين متفقين انا اللي مختلف معاكم اسمع مني ماشي الفرقه دي الاسطوانه اللي معايا عليها مزيكا من مستقبل عالميه بجد والله لا بس اسمع بقى المزيكا دي فرقه عالميه اسمع الحته دي طب سمعني اعزفوا حاجه سلام الخواجه يا ابني احسن فرقه في مصر صدعين ولا ايه ده ايه اللي بتعملوه ده رأس ايه رأس ايه اوف عادل ما ينفعش الاسطورة بتقول ان الاغنية لازم تكمل نبع معاك وحتة كده ركز معايا ركز ايه الهبل اللي انت بتعمله ده عايز ايه اسمعك بقى الاسطوانه للمستقبل وشوف الفرق سمعنا يا خبيبي وسع حطها في الجرامافون ماشي عندي جرامافون جوه بجد أسير الحزن من يومي بقطع عزاد وجنوب عمري جرح يوم إنسان ولو جرحت القلوب يا دنيا يا دنيا يا دنيا يا دنيا اهدى يا ابني خلاص اهدى يا ابني اهدى هي ده المزيكا دي المزيكا ايه رايك مية مية الاسطوانه ولا الفرقه اطلعوا بره اطلعوا بره اطلعوا بره بس يا ابني انت وهو مفيش غيرهم انا عايز البتاع اللي معاك مش عايز دول هتدفع يعني ادفع كل حاجه طب اتكل انت على الله انا همشي انا هخرج اقلب الرقاصه وبعد كده اطلع في مظاهره ضد الانجليز هو يا ابني هو اي حد يمشي في المظاهرات ما انا هقول زي العيال اللي بيقول هتقول ايه هما بياكلوا حمام وفراخ واحنا الفول دوخنا وداخي وسيكسيك سيكسيك سيكسيك بالليمون واللي بحبه جدع مجنوني وسيكسيك دي مظاهرات دي ولا فرح امك يا موني يا وسيكسيك امشي سيكسيك ده مجنون يا حبيبي ده ركز معايا وسيكسيك ده مجنون يا حبيبي ده ولا ايه هو ساعات بيجي وسيكسيك امشي اطلع بره ركز معايا ما
هتدفع الفلوس في الاسطوانه دي ولا ايه؟ ادفع كل فلوسي. ده انت ده انت عالمي، ده انت احسن من عبد الخليم خافز. عبد الخليم ده اسرائيلي؟ اسرائيلي ايه؟ عبد الخليم خافز المغني الشاب الجديد العالمي. ليه بتقول عبد الخليم؟ عشان انا خواجه. خواجه؟ ايوه. شكلك مصري. قفشتني. انا فعلا مصري بس جاسوس انجليزي. خلي بالك وجاي اجندك في الجيش الانجليزي، عشان واحنا طالعين بالجيش الانجليزي امبارح اتقتل من الجيش واحد، فقلت اخدك معانا جندك عشان اكمل الجيش ونركب العربيات ونتكل على الله نرجع. لو هتدفع فلوس انا معاكم. تدفع كل حاجه؟ ادفع كل حاجه. انا اللي هات، انت اللي هتدفعه. احنا ندفع فلوس؟ ايوه. وانت تبيع كل حاجه؟ ابيع كل حاجه. تبيع بلدك؟ ابيع بلدي. تبيع مصر؟ ابيع مصر. قفشتك يا كلب، انا العقيد شوقي غريب. انت مين؟ العقيد شوقي غريب. ولا العبيد حسام حسن. اهلا وسهلا. شوف شغلك يا حبيبي. هنشوف شغلنا وهنكسب ان شاء الله الماتش الجاي. نتقابل في المرور باذن الله. بقول لك ايه؟ بقول لكم ايه؟ بقول لك ايه؟ اجيب حاجه واحده. يا رب توب عليا من شغلانتي الكازينو دي يا رب. سجاير سجاير اللاكي سترايك سجاير سجاير يا عمده. لا انا بشربش السجاير، السجاير حرام. يعني السجاير حرام والخمره مش حرام؟ دي مش خمره، دي ميه. ومالها الميه؟ ايه الميه دي مش خمره، دي ميه. ايوه ومالها الميه؟ حرام يعني؟ انا ما اعرفش والله. انا مش فاهمه. ايه يا بنتي عطيات، ما تمشي تشوفي شغلك بعيد. الله بيقول لك بيشرب ميه بس. خلاص يا اختي انا مالي. الحقوني الحقوني الحقوني. خبوني خبوني خبوني. يا جدعان انت مالك؟ ايه ده؟ انت ايه اللي مصحيك لحد دلوقتي؟ انت مش عندك مدرسه الصبح؟ إيه بكره اجازه وبعده اجازه ويوم السبت نجيب بزازه. خبوني خبوني خبوني. نخبيك فين يا اخويا؟ مفيش مكان. والله ما عايز استخبى، انا اسلم نفسي احسن. خبوني خبوني في اي حته، خبوني. في ايه بتجري من ايه؟ البوليس السياسي بيجري ورايا. ايه ده، هو انت من الثوار؟ ياه طول عمري كان نفسي اقابل حد من الثوار. طب تعالي. تعالي فين؟ لا انا شغاله في الكازينو ده، بس عشان خاطر امي واخواتي بس. في ايه؟ انت فهمتيني غلط. تعالي خبيني خبيني. يلا بسرعه يلا. استوب دانت موف، محدش يتحرك، كله يثبت مكانه. كله يثبت مكانه. لحصل عليا الهرم من ديني. عليا الطلاب الثلاثة، لو ما قلتوا فين الثوار لشعبطكم من رجليكم. في ايه يا حضرة الظابط؟ انت مين يالا؟ انا العبد لله اللي ذبح المعيز ورماه، واي مت قصيرة تتمناه. انت في سنة كام؟ انت ايه عايز ايه؟ انا عمدة. انت العمدة؟ ايوه. امشي امشي يا حمار. الله يسلمك. بره. ايه ده؟ ده ايه يا حضرة الظابط؟ مالك بتعصب كده ليه؟ في ايه؟ الله. بس يا بنت انت ما تقصيش ما تقصيش، عشان احنا نهب نسوان مصريين خازرين مهلبيه. في ايه يا حضرة الظابط؟ مالك؟ قول لي نفسك ايه وانا اعملهولك. يا بنت بس يا بنت ما تتكلمي مرقعه، عشان احنا في الشغل دلوقتي. انت بنت عايز ايه وانا هعمله حاجه؟ انا ادور على الثوار تعملي عليا الطلاق، اضرب ورقتين عرفي ناو. يلا يلا والنبي يلا. يلا ايه يلا؟ انت من قدامي غرف ده، امشي. ايه ده؟ امشي. هتجننوني يا جوني. ايوه يا حضرة الزوج. اتفضلي يا قمر. تعرف اللي انا فيه عرق انجليزي؟ لا ده مش عرق انجليزي، ده عرق سوس. يلا يا معفنة. قال يعني بتتمرقع قوي. في واحد يتمرقع كده؟ مالك يا خواجه بتزعق عليه وعامل جلبه؟ انت من السوار؟ لا انا من الابوار. يا مسكر من الابوار. ايه ده بس كده يا خواجه؟ ليه انت منفعل؟ منفعل؟ شكلك مثقف هتفهمني. يس انت يس انت تتكلم انجليزي؟ يس. يبقى انت تفهمني. يس. اقول لك على كلمه انجليزي تحطها في جمله وده اختبار. يس. كات كات هنيله اللي عايزه خلق.
برافو. شاطر انا؟ شاطر جدا. انت كلام انجليزي. طب انا بقى هختبرك بقى. تختبرني انا؟ اه عشان اشوف انت انجليزي مؤصل ولا كده وكده. اوكي اختبرني. كلمه احطها في جمله. قول. رد من حبيبي انا، رد عليا وقول. ده انا صايع اعجبك. لا ده انت طلعت فعلا حريف. ايوه احنا نبقى اصحاب بقى. ايوه احنا اصحاب. تعالى بقى نقعد مع بعض وسيبك من الثوار. يلعن ابو الثوار. تعالى بقى نقطع صورتين كده ونفرفش. هي ساعه الحظ تتعوض. ايوه بقى. دق يا مزيكا. السبابة كره، الملعونة كره، هسستها تا، هسستها تا، فطارت اها ثم طارت اها. السبابة اها، الملعونة اها. انت يا ست انت. نعم انت يا ست انت. ترفي فين السوار؟ خرجوا من الباب اللي ورا. فطارت اها ثم طارت السبابة، الملعونة. بس خلاص. السبابة الملعونة. السبابة. انت يا حبيبي، انت يا بابا، انت يا ابني بتاع الدبان. انت احنا لسه منظفين ومسحين، وكان جاي تملى امه دبان تاني. في ايه؟ انا اسف حبيبي، ما تزعلش مني. ايه ده، انت شكلك ظابط انجليزي يا ابن اللعيبه. قفشتك. قفشتني. عرفت منين ان انا ظابط انجليزي؟ عشان لما دخلت من الشمال لليمين. يا ابن الذكيه. تعرف إيه؟ انا كمان انجليزي. انت انجليزي من انجلترا. من انجلترا؟ اه. انت من انجلترا؟ انا من انجلترا. منين من انجلترا؟ من الارسنال. الله، انت من الارسنال؟ اه. منين في الارسنال؟ من عند مستشفى ام البريطانيين. يا لهوي، ده انت جاري بقى. ايه ده، وانت ساكن فين؟ في تشيلسي. فين في تشيلسي؟ في نص الملعب. ده احنا جيران خالص. طبعا. ده انت الواد اللي كنت بتعمل حمام على سور نادي مانشستر سيتي؟ ايوه انا. ايه ده، ايه ده، انت كاريوك اللي كنت معايا في مدرسه ابن خلدون الثانويه؟ ايوه حبيبي. صاحبي. صاحبي، خش في حضن اخوك يا صاحبي. لا يا صاحبي، اخاف اخش في حضنك اوسخ البدله الوسخه اللي انت لابسها. انت صاحبي وانا صاحبك. سلام سلام يا صاحبي. سلام سلام. هجيب حاجه وين؟ السبابة الملعونة، وهستها هسستها. انت ازاي تسيبهم يمشوا كده؟ الانجليز دول لازم دمهم يسيح على الارض. كان بودي والله اقتلهم، بس القتل حرام. يعني ايه القتل حرام؟ ما الصور بيقتلوا. لا انا بروح معاهم احط الديناميت واوصل السلك واظبط الريسيفر وبمشي الحمد لله. ياه، انت الجندي المجهول. اه، طريق النصر. انا مملون لك كتير قوي انك ما ابلغتيش عني اعداء الوطن الوحشين. ليه، هو في مكافاه؟ لا. طب ابلغ عنك ليه؟ عشان انا شغاله في كازينو. انا شغاله هنا والله عشان خاطر امي واخواتي الصغيرين. اخواتي مش بيلاقوا اكل، وافضل اشتغل طول النهار والليل عشان اجيب لهم اكل وانا مروحه بالليل. معلش والله مش معايا فكه. ربنا يسهلني. ربنا يسهل. انا ما بشحتش، انا ببيع سجاير. لا بتشحتي. بص الوش ده شفتيه فين من 4 ايام؟ الاشاره عند عمر افندي. اشتريت مني 2 علبة سجاير و2 دوريتوس، واديتك الباقي شفقه. وتديني الباقي شفقه ليه؟ انت عرفت ان انا شغاله في كازينو؟ انا شغاله هنا عشان خاطر امي واخواتي الصغيرين. اعمل ايه طيب يا ستي؟ في ايه؟ انت بتقولي نفس الكلام. في ايه؟ امال انا عايزك معانا في الثوار. انا شايفك معانا بذره. بجد؟ ايوه. هنضم للثوار؟ ياه، طول عمري كان نفسي انضم للثوار واتنكر وابقى شبهك. لا ده انا وشي كده، انا مش متنكر ولا حاجه. بجد؟ ايوه انا مش متنكر. سبحان الله. انت هتبقي معانا من الثوار وهتعملي عمليات كتيره. ماشي ماشي. وهيجي واحد يقولك على كلمه السر. اللي هي ايه بقى؟ حكوره. حكوره؟ اوعي تنسيها. لا مش هنساها، حكوره. عارفه هتعملي ايه تاني؟ هو الراجل هيديني ايه اصلا؟ الواد ده هيبقى معاه شنطه. فيها الشنطه إيه؟ دي فيها منشورات. تمام. هتاخديها منه وتجيبيها وتجيلي على جنينه الازبكيه. لا انا ما رحتش جنينه الازبكيه ابدا، انا شريفه، انا شغاله في الكازينو ده عشان خاطر امي. عارف عشان خاطر امك وعيالك العيانين. امال عايزه تقابليني فين؟ هاجي لك البيت طبعا. الله، ده الحلو طاب بقى ووقع. يلا سلام. انت وقعت من زمان بقى.
ما تقول لنا حاجة كده. وأما الآن مع أولى فقرات الكباريه مع الراقصة الفظيعة اللولبية بديعة مصابني ورب العرش نجاني. بص يا بنت شوية. كرياكو، انت يا كرياكو. فين الزباين يا كرياكو؟ معلش مفيش زباين النهارده يا حبيبتي عشان بس اجازه. احسن، انا مش عايزه حد النهارده. النهارده جاي لي خليل باشا ابن عم البلد، وخليل باشا عايز له سهره خصوصي. يا سيدي يا سيدي على الضحكة اللي جاية من درس العقل. الله الله عليك، ده انت اللوز هتنط من بق. مش عايزة عملية، مش محتاجة مجهود. خش تتحكي، خش اجيبها وامشي. قوم كيف قوم. يا لهوي، حلوة حلوة بديعة دي. بطل غلبة، فين العمدة يا كرياكو؟ امشيه ولا سيبه؟ لا خليه، خليل باشا بيزعل لما يجي يلاقي الصاله فاضيه، بيقول انت كده بتقطعي برزقك يا بديعه، اصل هو راجل ديمقراطي. ما تقلقيش خلاص. راجل ايه يا ست بديعه؟ ديمقراطي. اسمها ديمقراطي مش ديمقراطي يا ست بديعه. لما انت متنوره قوي كده، اللي رمك على الشغلانه دي؟ انا شغاله في الكازينو ده عشان خاطر امي واخواتي الصغيرين. أمي اتعملت من مكنة الخياط، وإخواتي اتيتموا، وأبويا اتشل، وعمي اتحرق، وخلي النار مسكت فيه، وسواق التاكسي مات، وسواق التاكسي مات، والعمارة وقعت، والعمارة وقعت. بس كفايه انت وهي، الاسطوانه المشروخه دي سمعتها كتير. وبتسمعيها ازاي وهي مشروخه؟ فهميني. لمناصح ايه؟ اتكل انت على الله. ماشي ناصح، وحشتني. بقول لك ايه يا بديعه؟ قول يا حبيبي. ما تيجي معايا اوديك 36 قرش. اقصى عليك، 36 قرش بس و3 مليم. خدي، مش عايز حاجه. حلو، مش هعبرك. هتتنتت علينا عشان غنيت اغنيتين؟ امال لو بيضيتي شويه. ما بقاش غيرك انت يا سويد الكلب اللي يتريق عليا. انا سويد الكلب يا سويد القطه؟ انت عارف انت بتكلم مين؟ مين؟ انا بديعه، بديعه والاجر على الله. بديعه؟ اموت واعرف ايه الابداع في ده. ده انا على كده رائع بقى. يا وليد انت الواحد يتجوزك وما يجيبش العفش والاساس. امال يجيب ايه؟ يجيب العفش وكريم الاساس. اموت في السمار المحروه. اخرس يا طرف السنيه يا ناشف. ايه ده؟ ايه النشفات؟ في صوت بره. مين؟ صوت خليل باشا. خليل باشا، بديع. خليل بدعدع. خلو، وحشتني يا خلو. انت اوحش يا بديع. سلام على الضحك المبالغ فيه. امال فين حرسك يا خليل باشا؟ معقوله يا بديعه اجي كازينو بديعه واجيب معايا الحرس؟ امال رجالتك فين؟ يا روحي، طول عمرك راجل ديمقراطي. ديمقراطي؟ ايوه. الوطو اللي احنا بقينا فيه ده. ازيك يا بديعه؟ اتفضل
اتفضل يا خليل باشا. يا سلام يا سلام يا بديع. ايوه شمبانيا من عيني يا ست جواهر. يا سلام. تعال خد تعال. يعني سايبك من الصبح يا كلب. ست جواهر قلت بدل ما اخرج ساكت بدل سلام عليكم اجود. لا سلام عليكم ما اتجوزش. وريني. سلام عليكم يا ست جواهر. يا سلام يا بديعة يا سلام يا سلام. انا معلش ما لقيتش الطويل معلش. يا سلام يا بديعة على الذكريات. انا وانتي فاكرة يا بديعة؟ طبعا فاكرة. ودي ايام تتنسي يا خلو؟ يا فاكرة ايام الشام؟ طبعا فاكرة لما وقعت من فوق الجبل وقعدت اتدقلب نص ساعة لما جتيتي اتهرت. الحمد لله مش عارفة ان انا اللي زقتها. ولا ايام السودان يا بديعة؟ ياه ودي ايام تتنسي يا خلو لما الاسد فضل يجري ورايا وبعدين وقعت في النيل وفلتت من التماسيح بمعجزه. يا سبحان الله فلتت ازاي؟ دي معجزه فعلا. انا مش عارف ذكرياتي دايما معاكي جميله يا بديعه. ذكريات سودة يا خلو ما تفكرنيش بيها. الحمد لله الحمد لله. وبالرغم من هذا فضل حبنا اقوى من الزمان. فضل حبنا اقوى من اي شيء يا بديعه. احبك وانت بتتكلم بالنحو يا خلو. انت لسه بديعه انت عندك شويه بتطلعيهم. يا سلام يا بديعه لسه هتشوفيني في البرلمان. اما ادخل البرلمان واصول واقول واجلجل واتكلم باللغه العربيه الفصحى واقول ان بس يا البرلمان بقى مليان عيال يا بديع. هقف في وسط البرلمان واقول ان الاحتلال الانجليزي هو اللي هينقذنا من الاحتلال الالماني وهتلر. طب ليه كده بس يا خليل باشا؟ ده هتلر ده والنبي عسل. بس يا بنتي يا مفاتن انت ايش فاهمك في السياسه يا اختي؟ استني بس يا بديع استني. ايه اللي عاجبك في هتلر؟ شنبه بس. إيه لا وكمان لو جه يخرج الانجليز من مصر. ما يخرج الانجليز من مصر والالماني يبقوا مكانهم يا بنتي. لا 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 هتلر ما يعملهاش. ده هتلر ده جدع. ليه يا حبيبتي؟ هو ابن خالتك؟ الله يا قبلتي. خلاص خلاص عموما لا دول ينفعونا ولا دول ينفعونا. احنا مستحملين الانجليز لغايه اما نخلص من الالمان ونخلص من الانجليز برضه. طبعا يا خلو والعشره ما تهش غير على ابن الحرام. هم دول البنات بس اللي عندك يا بديعه. انا دول هم اللي بشوفهم بقالي فتره. تعالي يا بنتي يا نوال. نوال احسن مطربه في الكازينو. تعالي يا نوال. اهلا يا نوال ازاي؟ الحمد لله. وانت مطربه بتغني قديم ولا جديد؟ لا انا بغني جديد ماليش في القديم. ما هو الجديد هيبقى قديم لان احنا زمان طبعا. ها تحبي تغني لنا حاجة أنا وبديعة بمناسبة حبنا؟ طبعا من عينيا يا قصة. قصة؟ اسم الله عليك يا خلو أنا القصة. أيوة. بس يا بديعة ما توتريناش بقى. ها اتفضلي. مادام تحبي بتنكر ليه؟ مادام تحبي بتنكر ليه؟ ده اللي يا حبي يبان فاني. اللي يا حبي يبان فاني. مادام تحبي بتنكر ليه؟ ليه 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 اللي عجبه صوت نوال يصوت لها على 14. برافو يا نوال.
وعلى كده حافظة حاجة للآنسة ليلى مراد؟ طبعا يا باشا. ثانية واحدة. اتفضلي. يلا سمعينا بس يا ولد. سمعينا حاجة للآنسة ليلى مراد. أو سمعينا حاجة أطفال بقى يعني. ماليش أمل في الدنيا دي غير إن أشوفك متهني، حتى لقيت إني بعدي راح يساعدك يبعد عني. كازينو مليان مواهب. شكرا يا نوال. شكرا يا باشا. شكرا. والله عندك حاجات جميلة. بالمناسبة دي أنا جايب لك معايا هدية يا بديعة. هي فين الهدية؟ الهدية شايلها جوه عندك. هي فين الهدية؟ يا ولية بقول لك جوه. جوه يعني. تعالي معايا تعالي. ما تحضنيش بقى. يا عطيات يا عطيات يا بائعة السجاير تعالي هنا. انت اللي جابك من البيت؟ ما هو امي جات البيت والبيت متراقب مش عارف اعمل ايه. ونزلت ازاي طيب؟ ما انا اتخفيت. المهم الواد اللي معاه الشنطه فيها منشورات جالك؟ لا والله لسه ما جاش. لسه ما جاش؟ ده وقت اتاخر قوي. طب بقول لك ايه؟ تعالى نستخبى جوه. انت فاكره كلمه السر؟ الثوره هتبوظ بسببك. لا والله مش هتبوظ. هتبوظ. لا لا أنا... احمد جربها هيزعل مني. لا انا قطنية. امال ايه؟ كلمه السر حكوره. ايه؟ حكوره. ما تنساهاش والنبي. لا مش هنساها. هروح في داهيه. لا لا خلاص. تعالي. يلا بينا. حكوره حكى لنا حكايه هتقلب حالنا حشونا حرام. حكوره حكى لنا حكايه هتقلب حالنا حشونا حرام. خدوجه خليفه خطفها خليل ابن اخت خفاجه امان. والمهر بحته نتفت سته سبعه تمانيه تمام. ده المهر بحته نتفت سته سبعه تمانيه تمام. ده المهر بحته نتفت سته سبعه تمانيه تمام. وبنسال صالح فالح قال بصراحه انا معرفهاش. مين اللي هيستلم مني الافيون؟ الست سكينه الساكنه في السكاكين سرقها سليم. الست سكينه الساكنه في السكاكين سرقها سليم. وجليله طريقنا جابوك انا معاها جاب افرح عليكم فيك. يا ترى يا هل ترى مين اللي هيستلم مني المنشورات؟ منشورات اهرام جمهوريه؟ شوفونا ساعتها 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 سقونا سليم. شوفونا ساعتها 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 سقونا سليم. مستنيه حد؟ انت مستني حد؟ انا جاي اسلم الشنطه دي. انت بتتكلم كده ليه؟ معلش اصل انا متنكد. فكري بقى هو انت اللي معاك الحاجات اللي هتعلي البلد؟ دي هتعلي البلد كلها. معاك الحاجات اللي هتخلينا مبسوطين؟ دي هتبسط البلد كلها. وتفتح قدامنا طاقه الحريه. دي هتطقطق دماغ البلد كلها. طب كلمة السر ايه؟ حكورة. حكورة؟ هي تبقى هي دي الشنطة بتاعتي. بقول لك ايه؟ ايه؟ ما تيجي نفوق ونجيب الملك فاروق. ايه ده؟ أنا مش عارفة الصورة عليهم حاجات غريبة الصراحة. شولح شم شبانة شبندر شب شناب شعبان. شولح شم شبانة شبندر شب شناب شعبان. شوار شمر شمروخ شريف شعيلة شريف شنوان. شافهم شمون شرفان تحبني شفيقة شم شمان. شافهم شمون شرفان انت؟ ايوه انا. هو؟ ما تساله ما هو قدامك اهو. جبت الحاجه؟ جبت الحاجه. جاب الحاجه؟ معرفش اساله هو.
حاجة حلوة ولا فستك؟ الحاجة حلوة؟ طب ما تجيب حتة. عندك كلب؟ آه بيهوهو. عندك كلب؟ آه بيهوهو. عندك كلب؟ آه بيهوهو. عندك كلب؟ آه بيهوهو. يبقى هي كلمة السر يا حدي. حكورة ما كل الناس بتغنيها من الصبح. حكورة؟ أيوة. صندوق بط عمر إيده قفش بعد ما عد 5 عدات. اجري يلا. حكورة حكى لنا حكاية حتقلب حالنا حشونا حرام. حكورة حكى لنا حكاية. يا بديعة الكازينو بتاعك فيه حركة مش طبيعية يا بديعة. ده زي الفل يا خلو، كفاية وجودك فيه. ايه ده؟ الليل بطوله ولا ايه؟ يا ربي هو ده ولا مش هو؟ اه زي ما قال لي ابيضاني وعينيه خضر. هو بالظبط. كلمة السر ايه يا ربي؟ كلمة السر، كلمة السر. في حاجة مش مظبوطة يا بديع. ايوه يا اخوي. تعال نشوف الافيون. ايه ده؟ ايه ده؟ منشورات؟ منشورات ضد جلالة الملك؟ امال ضد المية؟ فين يا دي الافيون يا؟ نصب علينا ولا ايه يا جدعان؟ نصبت عليا يا مسح الكلب. لو سمحت الشنطه اللي معاكوا فيها منشورات؟ لا فيها بيتزا. ايه لو هي المنشورات يبقى دي بتاعتي ودي بتاعتكم انتوا. يبقى هي دي الافيون. ايه ده؟ حسن؟ حسن ضد جلاله الملك يا كلاب. ايه اللي بيحصل عندك في الكازينو يا بديعه؟ مش عارفه يا باشا. تعال هكوره. هنكورة حكى لنا حكاية حد يقلب حنا. كلمة سر انجل. لا انا ما بقولكش سمعني صوتك. هكورة مش عجباني ان غير الكلمة دي يا حبيبي. هكورة قاتل يا عم. عايزين نقول كلمة جديدة يا عم. انت كل مرة كده. معلش المرة الجاية خليه يزبط لك كلمة حلوة. يلا كل مرة كده. انا ماليش رأي في اي حاجة. معلش المرة انت جاي تطلع عقدك علينا. يلا انا عندي الضغط ما تقرفناش. ماشي يا عم. يلا حبيبي هكورة. انا اللي هختار كلمة سر المرة الجاية. انا مش هاجي المرة الجاية. يلا هكورة. خليل باشا. خليل مش معانا في الخطة دي يا جماعه. هو قاتل بيست... على طول. ايه ده؟ ماشي هكوره. خليل باشا. نعم. مش فاكرني يا خليل باشا. مش واخد بالي. اتخرست ولا ايه؟ ركز كويس يا خليل باشا. ايوه يا ابني انت مين؟ اخلص انت مين؟ مش فاكرني يا باشا. كنت بتعمل فيا ايه وانا صغير؟ وانا وانت صغير؟ لا ماليش يا ابني. انت صغير ايه يا ابني؟ فاكر لما كنت بتلبسني ريش وتقعدني في وسط البط وتقول لي عايزك تبيض بيضه سودا؟ وانت يا ابني لو واخدين منك لا ابيض ولا اسود يا ابني. جه الوقت اللي قتلك فيه. تكي تك تكي بوم يا حبيبي. سايبك ترغي من الصبح اعمل حاجه صح. مسدس مفيهوش رصاص. امال فيه ايه؟ مكسرات؟ اللي جاي يضحك عليا. امسكوه. ثواني يا جماعه انا اسرع واحد بيتمسك. مين ده؟ ده بكر. بكر بكر تحيا بكر. عرفتني؟ تعالى يا كلب اوعى. كنت عايز تقتلني ليه يا ابني؟ انا مجاهد اداني المسدس ده وقال لي موتك. مجاهد اللي اداك المسدس؟ عشان عثمان عاوز يموتك. عثمان وعايز تموتني ليه يا عثمان؟ وانا موتك ليه يا باشا؟ انت حبيبي موتك ليه؟ عموما المسدس ده بلاستيك يا ابني. ايه يعني انا اتنسب عليا في المسدس؟ يعني انت اللي كنت متفق فعلا. يعني متآمر وهبل. انت عايز تقتلني ليه يا كلب؟ ايه اللي بيحصل عندك في الكازينو ده يا بديع؟ انا ماليش دعوه. ايه ده؟ انا ماليش دعوه. انا بقول الهوا ده جاي منين؟ ايه يا ابني ده؟ حسيت انه هيطلع منه فن. والله بعد كده ما تخشش انت دخل. وهسمي التمثال ده طائر الليل الحزين. امسك دي كده استرني. أنا عايز فلوسي اللي اتنصر.